راجع للدار في قمة الاكتئاب، كنشوف فيديو وكنتسائل واش عند الاستاذ ديال التاريخ الحق. بقيت كنحك في اللحيه اللي ملاصقه ليا مع الحجبان والشعر. الشعر اللي غير السيمانه اللي فاتت حسنتو كله، وهاني دابا مغوفل. مسمين عليا في الدار الغوريلا، وبصراحه رغم انه الزغب من سمات الرجال، لكن هادشي اللي فيا بزاف. الزغب اللي عندي في الدار كيخرج ليا من التيشيرت بحال فيه الكراد، كنحس بالحكه. حكه رهيبه فيه، كانت عقده بالنسبه ليا. لكن اللي زاد عقدني هو انه بوحدي في خوتي اللي زايد بحال هكا، بوحدي حتى شي واحد ما بحالي. فتره البلوغ خرج ليا فمي من بلاصتو، وني في طلع شويه والشعر بدا كينبت ليا في جبهتي، اما نسيت تحتاني فحديت ولا حرج. الحكه في كل خطوه، تسميت في الدرب بالقرض وفي الدار بالغوريلا، وكنت كنصبر حالي وكنقول بلي راجل عليهم. راجل عليهم، ولكن صراحه في الداخل ديالي عارف انه هادشي ماشي طبيعي، خصوصا انه صوتي مني كنهضر ولا حاد بحال ديال القروضه. وبعض المرات كنشعر بلي باغي نغوت ونضرب صدري بحال شي شمبانزي. وصلت لمرحله من التعقاد لا تطاق، خصوصا المراهقه. انا بغيت مظهر زوين، والدريات بغيتهم، ولكن مني كنشوف في حالي اشمئز. نعست في ديك الليله بزز بعد تفكير مطول في كلام الاستاذ. في ديك الليله حلمت راسي فوق شجره مكسل وكناكل في البنان، وحدايا قرده هز قرد صغير وكتحيد ليه الكراد وكتاكلو. شفت فيها وانا نقول لها واش هذاك ولدي؟ هزات راسها وحركته بآه. انا عرفت فعليا بلي هادشي ما بقاش فيه الضحك، وخصني نشوف الحل لراسي. الغد ليه مشيت عند الاستاذ وقلت ليه عاود ليا اش قال ليا البارح. قال ليا ما باغيش تيق ياك، اجي معايا. مشيت معاه للقسم، وفي ديك الساعه كان كلشي خارج استراحه والقسم خاوي. جبت التليفون واتصل بشي واحد، وبعد السلام والسؤال على الاحوال دار الهوت بارلور باش نسمع معاه طبعا. ثم سولوا الاستاذ وقال ليه ياك انا كنت كنقاريكم في القريه ديال ايت موحى في ايمن تانوت. جاوب الاخر باستغراب وبلكنا مخلطه بالشلحه، ايه. قال لي الاستاذ واحد الدري قريته معاكم في القسم، كان كنيتو لامين. كي كان؟ قال لي كان مزغب بحال شي قرد. قال لي الاستاذ اييه. قال لي غبير ليه الاثر ما بقينا شفناه. قال لي الاستاذ وبعد ما هادشي اش لقينا؟ قال لي لقينا قرد عمرنا شفناه معلق في الشجره جنب الواد. قال لي الاستاذ واش قالوا اهل الدوار؟ قال لي كلشي اللي في الدوار عرف انه داك القرد هو لامين. ابخي هادشي ودعوا الاستاذ وشاف فيا وقال سمعت يا السي لامين؟ بقيت كنشوف فيه مصدوم. ناري راه كنيتي لامين. ولكن واش هاد لامين اللي في الدوار ولا قرض؟ قال لي الاستاذ ما نعرف، ولكن هاد الشيء راه ما كيدخلش للعقل. مني شفتك انت عاد شكيت، راه جيت عندك واخا ما كتقراش عندي، وبصراحه خفت عليك. وانا قريب نوجد الاوراق ديال التقاعد ديالي، تقدر تحسبني مسطي ولا خارج من شي فيلم خيالي، وكنصح فيك. لكن تسمع القصه كي دايره. في ديك الوقيته فاش كنت كنقاري في الدوار، كان معايا استاذ ديال الفرنسي وكان فرنسي الجنسيه. هادشي اللي كنهضر لك عليه فاش يلاه الفرنسي بغاو يخويو البلاد في السبعينات. حتى الاستاذ ديال الفرنسي سول على لامين. بعد غياب دام شهر وعرف قصو من بعد ومشى شافو. جلست معاه وقال لي واش كتصدق بلي هذاك هو لامين؟ قلت لي لا. قال لي الا ما تيقتيش فهذاك هو لامين. شاف لي من وعلى الليصه بحال حتى حد ما بغى يسمعو وكمل. جدودو تعرضوا لهندسة جينية، كيف ما كتعرف فرنسا كانت بغات تخلق جيل مغربي عبيدها ويكون عبد عندها، تكون بنيته قوية ويكون يد عاملة في بناء الجسور والسكك الحديدية بكفاءة أحسن من هذه. جاو مجموعة ديال العلماء لهاد الدوار، وباش نختصر جدود لامين هما اللي بانوا ليهم. خداو الحمض النووي الدي ان اي ديال الغوريلا وبعض القرادة وخلطوه مع الدي ان اي في بويضة جديدة ديال واحد المرأة، أملا في تولد ليهم جسم بشري بعضلات أقوى يقدر يتحمل أكثر من هادشي اللي تتحمله الإنسان. دازو شهور لكنه تولد طفل عادي، وسرعان ما مات في أسبوع الأول ديالو. لكن الخلايا ديال القرد لقاوهم واحلين في الخصية ديال الطفل، بقاو في تجاربهم 15 عام بسرية تامة. لكن التمويل توقف بعد الحرب العالمية الثانية، وتنسى الموضوع بتقارير كثيرة منها تجربة ديال الطفل المشوه للحمض النووي ديالو قبل ما مستقر. وفترة بلوغه واللكومة ديال الشعر بحال القرد، ومع النقص في التمويل مات.
وجميع التقارير أجمعت أن الجينة غتولي وراثية، لكن في إحدى التقارير تذكر أن العلاج ممكن. وعلى سبيل المثال طرح عليا العالم الفرنسي فرضية، علاش إمكانية يخرج ولد معاق من زوجين من نفس العائلة كتكون كبيرة؟ يقدر يتطبق هذا المثال على أصحاب الجينات المعدلة، لأن الجينة المحصورة في الخصية تالي لو تزوج صاحب الجينة المعدلة مع أنثى من نفس عائلته فإن الجينة ستفرغ في ديك الأنثى، وبالتالي غيتولد قرض وهو غادي يتعالج، الشخص المقصود غيتعالج. وذكر لي أيضا أنه لا يمكن تخرج في أنثى أخرى إلا من عائلته، لأنه نفس السبب اللي قدر الولد يخرج معاق إلى تزوج جوج من نفس لافامي هو نفسه اللي واقع عندكم هنايا، وهو نفس السبب ديال الامتصاص للجينة الصبغيات. ولو حاولت إجهاض القرض فإن الجينة غتستقر فيها وبالتالي غتولي هي القرضة. بقيت كنشوف في شحال وأنا نقول لي منيتك أستاذ، نقدر نعاونك في جميع الأوراق ديال التقاعد حيت فعلا هترتي. الشيخوخة بدات كتبان عليك، قال لي بغضب خرج ود القحبة تقود الله ينعل القرض تاع أبوك. أنا اللي داير فيك عقلي نار نشوف تين أمك في شي شجرة معلق، والله لا بقيتي فيا. خرجت من عنده والضحكة شاداني، واش هاد خينا كامي شي جوان ولا سكران تحول القرض. بعد أسبوع بديت كنقلب على الأستاذ في المدرسة بحال مسطي، حيت البارح كنت غنغتصب جارتنا لا شعوريا، بعد ما جاتني غريزة حيوانية ما قدرتش نتحكم فيها، تسدوا لي عينيا بهذا المعنى. لقيت الأستاذ وبعد عناء كبير شاف فيا مخنزر، طلبت منه السماحة وقلت له راني مصدق كل كلمة قلتيها ليا، غير الله يرحم با قول لي كيفاش نتعالج. بقى مخنزر فيا وقال لي بنتي ليا مبدلاش واقع بدا. قلت له البارح شفت جارتنا كتجفف في الدروج، ونط فيا واحد الغريزة ما قدرتش نتحملها، كانت حيوانية بهذا المعنى، تسدوا عينيا وبغيت غنحكمها، لولا لطف الله لكنت دابا في الحبس. المشكل هاد المرة اللي حاولت نغتصب راه قد امي، فكرت كون كنت في ديك اللحظة في الدار كون درت شي مصيبة في عائلتي. قال لي دابا في نظرك هادشي طبيعي؟ قلت لي لا. قال لي خوتك دايرين بحال هكا؟ قلت لي لا 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 بوحدي بوحدي بوحدي. قال لي عندك الزهر دفعت الملف ديال التقاعد وهذا آخر نهار ليا في هاد المؤسسة، دابا غنخرجو غنحكي لك الحل. بقيت واقف كنتسنى فيه شي ساعة وهو كيودع غير في الأساتذة. بعد ما كمل مشينا لواحد الجردة وجلسنا فيها، وقال لي انت من سلالة ايتلامين اكوردتي ديك الجينة، باش نوضح لك راه الهندسة الجينية كاينة في كل شيء، شوف الخضرة ديال دابا كلها كيماوي، انت راه بغاو يحسنوا النسل ديال عائلتك لكنهم خرجوا عليها. سولتي على داك لامين اللي في الدوار؟ قلت لي اه. سولت الوالد وقال لي انه هذاك كان ولد عمو فواحد اللحظة غبر ليه الاطر وما بقاش بال لحد الان، ومني قلت لي راه قالوا قرض كاين في الدوار وكيشبه ليه ضحك وبقى كيقول لي تيقتيهم هي انت غتولي بحالو، بقى كيضحك عليا وهو ما عارفش البارح كون جا قدامي غيفقد المؤخره ديالو. ضحك الاستاذ شويه وقال لي هاد الحل اللي غنعطيك معقد شويه ويقدر يعاونك ويقدر لهادي لهادي، هادشي راه غير فرضيه. قلت له اقول ندير اي حاجه غير نتفك من هاد الحاله. قال لي واش عندك شي بنت عمك او بنت خالك بالغه؟ بقيت كنفكر شويه وقلت لي اه كاينه بنت عمتي. هو يجاوبني ما عرفتش كيفاش غنقولها لك، بنت عمتك خاصك تطيحها وبعدها تنكحها وإلا حملات تقنعها ما تطيحوش. شف فيه بصدمة وقلت لي ها بزاف صاحبي بزاف. قال لي دبر راسك، المهم فين ما تحتاج شي مساعدة هاني مرتي. ثم مشى شديت الورقة وبقيت كنفكر كون بالصح نتحول القرض، لو شي صباح فقت الوالدة حلت عليا الباب ديال بيتي تتلقاني معلق شاد في الدرية. ولكن صراحة غنصارحكم في الداخل ديالي فعليا ولا عندي ميول العزلة وغريزتي هاجت كتر من اللازم لدرجة عقلي مبقاش كيخدم، ظهري بدا كيتقوس الزغوبات. يا سلام كون شاف داك خونا اللي تيقول غابة نعمة الزغب اللي عندي غيقول لهم غا حرقوها راه عندنا فائض. بقيت كنخمم حتى حسيت بالحكة بين حجباني اللي تلاقاو طبعا بلا ما نبقى نعاود لكم، حكيتهم لقيت فيهم قريضة قريضة صغيرة لحتى وانا نقول تفو من دابا غنمشي عند بنت عمتي وخا نعرف نغتصب ديال امها. اللهم الحبس في بنادم بعدا ولا حديقة الحيوان. في طريقي لدارها تراجعت حيت دارها كانت بعيدة خصني لها طوبيس، ودمي اللي كان سخون بالغضب برد في ديك اللحظة وفكرت اصلا من الكلاخ نمشي دابا بدون ما نفكر اش غنقول ولا شنو غندير. دابا كاع الا مشيت اش غنقول؟ سلام عمتي فين هي بنتك بنتك المصونة؟ صافي تما نزرب عليها ما جاتش والله ما جات. الاغتصاب خصني نحيده من بالي ونمشي معها بالتي هي احسن، عندي مشاكل مع البنات والسبب هو المظهر. تا
حتى انا حلمت بنت تكون معايا ونتشادوا اليدين ونعيشوا قصه قيس وليلى، لكن لا المظهر لا شخصيتي لا صوتي كيعاونوني. لكن مع بنت عمتي انا مضطر نجرب. اولا نحاول ما امكن نحسن من المظهر، نحسن الزغب زائد في وجهي، نضغط اللحيه ونقص من شعري. الغد ليه في الصباح مشيت لعند الحلاق حسنت، وبعدها مشيت لعند البقال شريت 5 ديال الماكينه ديال الحسانه وماركه مزيانه، تبلوكاو ليا 4 بقوه الزغب. بل بعض المرات داك الموس اللي في الماكينه كيبقى عالق اللي وسط الزغب، وخاصني مكبره باش نجبدو. مني كملت لقيت المشكل، المشكل اللي زاد عصبني هو ديك الخضوريه اللي من بعد الحسانه في جبهتي وفي نيفي وحدا عينيا، كانوا باينين بزاف بشكل فاضح، غير وجهي كانوا خاصينو 5 ديال الماكن. هادشي غير ما هبطش الابطين والغابه الاستوائيه وداكشي الاخر. المشكل ديال الخضوريه لقيت ليه الحل، والحل هو ندير طبقه خفيفه من ديك البوماده ديال الشمس. خديتو من بيت اختي وتفاجات فعليا بالنتائج، كانت كتبان بشرتي صافيه والخضوريه غبرات. طبعا حسيت بكرامتي رجوليا، تقاست وكاني وليت شاد ونبت راسي. لكن واش نقابل بنت باغيها تحبني وهي اللي غنتعالج بسببها من هاد الشيء؟ قابلها بحال مغطوس في الربيع ما جاتش. طلعت شويه تشاوك، مشطت اللحيه ولبست احسن ما عندي وخرجت من الدار وانا تايق في راسي لاول مره من النهار بلغت. طلعت للطوبيس وانا غير كنفكر اش غنقول لها. السلام السلام سميتها ما عرفتهاش، هما جوجات ولكن واش مريم الكبيره ولا صفيه؟ المهم غنعرف 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 فاش نوصل. دابا خصني نركز على كل كلمه غنقولها. وصلت للبلاكه ديال الطوبيس اللي قريبه ليا وتمشيت شويه مع تمرين خفيف للجسد ديالي. وقفت قدام الاقامه، صوني تجاوبني خوها اللي كبار منهم كاملين. قلت لي شكون انا؟ وبعد السلام قال لي طلع، واخا ما عنديش معاهم لكني غنحاول. طلعت لعندهم سلمت على خوها وما وما بانتش حتى بنت في الدار. قالت لي يا عمتي اش هاد المجيه كريم؟ وانا نجاوبها الوالده قالت لكم جيو تغداو عندنا نهار الحد. طبعا هذه قصه اختلقتها. قالت لي يا عمتي وكنتي غتقولها في التليفون ولا شمعت براسك؟ تبا حصلت. قلت لها لا لا بغيت نضرب دوره ونشوفكم. عرفت انها ما اقتنعتش بالجواب وقالت لي مرحبا تسنى عمراتك. بقيت مريح حدا خوها وقلت لي شكون الكبيره، مريم ولا صفيه؟ قال لي صفيه ثم خنزر فيا. وقال لي علاش كتسول؟ قلت لي غير حيت نسيت عليهم. وقلت في خاطري مريم هي اللي بغيت. شويه سمعت امها كتغوت على مريم تجيب الباريزيان، خرجات من البيت قاصده الكوزينه وكانت كتحاول تقاد الشال ديالها. دازت علينا شويه وقفات وسلمات عليا ببرود لاباس بخير، وزادت في حالها. كانت مقبوله شكلا وبلقه وحناكها عامرين قصيره وكتبان درويشه، وهذا النوع صعيب صعيب طيحهم. مشات خذات الفلوس وخرجات. هنا قلت غنتبعها لكن غنتير الشكوك، وعاودات قالت عمتي تسنى اتاي عمر هالباريزيان غادي يجي على قبلك. طاحت عليا فكره نعمر لالارم بدقيقه من دابا، نهز التليفون ونقول واخا راني جاي دابا ونخرج. وبالفعل داكشي اللي درت. قلت لها عيط ليا الوالد وسمحي ليا بزاف راني مزروب. قالت لي صافي غير سلم على ماماك. وانا نخرج هنا بديت كنتوتر والعرق كيقطر مني والهضره توضرات ليا، حتى وليت نفكر تاني نغتصبها في الدروج ونعلق. المشكل هو كيفاش غنغتصبها؟ الا شديت لها يد وفم غتبقى يد وحده حره وغتبقى تقمش فيا، ولا شديت يديها بجوج فما غيغوت وغيهبط خويا يفرشخني. الاغتصاب مستحيل، حتى كاع الا جبت شي طوموبيل وحكمت فمها وربطتها ولحتها فيها في الكوفر فالخلعه وغاده اللي فيا ما غتخليني ندير ليها والو. اغتصاب ببساطه كيبغيك تكون حيوان ما كيرحمش، وما عندي انا تضامن انه الجينه غتلح في اول علاقه. راسي ضرني بقوة التخمام، قلت نصارحها ونتباكى عليها. مريم عافاك عطيني ولا غنتحول القرض؟ وتقول هي ابتسامة واخا يلا هاك. أم الكلاخ هذا، تفو علاش الحياة ديما معقدة هكا. جمعت النفس وخرجت لعند الباب، كنتسناها. بانت لي جاية مع النقل باريزيان، قضيت الوقفة والريق عباد الله ما قادرش نصوتو. بقات جايه توقفت حدايا، شات فيا وقالت لي صافي مشيتي؟ شفت في عينيها وقلت لها الوالد عيط ليا. مريم بغيت نسولك. هزات حاجبها وقالت لي سول. قلت لها فاش كتقراي؟ قلت لي سانكيام. قلت لها بحالي كدوزي السويع ولا لا؟ قالت لي ما كنتش باغا ندوزهم ولكن ماما بزاتهم عليا. هنا طاحت عليا فكره، قلت لها واخا توريني فين كدوزيهم؟ قالت لي علاش واش محداكمش تما؟ قلت لها لا كاينين ولكن بثمن غالي، بغيت نعرف فين كاينين بحال والو ندوزهم هنايا. قالت لي تسنى نطلع الباريزيان وهاني معاك. حسيت براسي غادي مزيان، ما خنزغاتش فيا وما قمعتنيش لحد الان. مريم ظريفه بحال شكلها.
مشات طلعت الباريزيان وهبطات وقالت لي يلا نوريك. بقيت كنتمشى معاها وانا كنتعصر باش نقول شي حاجه. حتى قلت لها مريم واش غاب وحدي اللي كتباني ليا زيانيتي؟ دارت لعندي وجهها احمر بالحشمه وقالت لي لا غير عويناتك. تمنيت نحيد حوايجي وندغدك بالفرحه، لكن الفرحه خسرتها فاش قالت اش داك الشيء كحل لي في ودنيك. درت يدي في ودني وقلت لا غير الخمله. اوه انت ناض لي الزغب في ودني وانا حسنت كل شيء. ضحكات وقالت لي الخمله انت مالك سداري؟ بقينا كنضحكوا انا وياها وخبقى فيا الحال. توصلنا للمؤسسه فين كدوز هي السوايع، كان عود ديال الاطفال. قالت لي هنا. قلت لها شكرا نهار الحد جي انت وماماك تغداو معانا. ابتسمت وقالت لي واخا سلم على ماماك واختك مع السلامه ومشات. بقيت واقف كنشوف فيها كتبعد شويه بشويه ما بغات تدور مع الدوره وهي تدور وجهها لعندي. مدات يديها بحال دارت لي باي باي وانت انا هزيت لها يدي وطلقت صوت خافت بلا ما نشعر بحال نداء التزاوج عند القراضه. كنت حولت بشكل كامل كنت عارف غنطلقو بصوت مسموع لذا ما خصنيش نضيع الوقت. هزيت عيني في ديك المؤسسه وبقيت كنشوف فيها بحال راها ابواب العلاج ليا. غنعرف امتى ليامات اللي كتقرا فيهم مريم وغنقنع الوالد ندوز السوايع هنا. بغيت مريم تولف عليا وتثق بيا ومنين نحيد هاجز الحشمه ونوليو نهضروا عادي فهاد المرحله غادي نتعرف ليها بحبي والا مشات الخطه كيف بغيت غادي تحبني حتى هي. وهادشي كامل خاصو يكون في مده قصيره وغنكون فرشت الطريق للفراش. طبعا رجعت للدار وانا راضي على داكشي اللي داز مع مريم. قلت للوالده انه العمه جايه نهار الحد تغدى. قالت لي شكون قالها لك؟ قلت لها ولدها اللي عيط ليا. طبعا حياتي كلها كذوب 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 كذوب. دازت يومين من التفكير الايجابي بدون ما نقول علاش انا من دون ناس ونبقى نتباهك ونلعن القدر حيت عارف هاد الشيء غيزيد يعقد الامور. ببساطه هاد الشيء كيزيد صعب العلاج وكيولي صعب المنال لكنني غنحاول. جا نهار الحد حسنت تاني الزغب اللي ولا كينوض بسرعه رهيبه مع شويه ديال الليكرو. تفركست وشفت في المرايا وطقت في راسي. جات عمتي ومعها مريم وصفيه. دخلت مريم مع اختي للبيت وبقات صفيه وعمتي في الصالون. دقيت على اختي باش نشوف مريم لكنها سرعان ما خسرات لي اختي البلان كامل مني. قالت لي اش بغيتي؟ خلينا بوحدنا واش انت بنت؟ وبالفعل الفرصه كانت غير سانحه صراحه. سولت مريم وانا عند الباب امتى كدوز السوايع؟ قالت لي الاثنين والخميس مع 6:30 للتسعود والحد مع 10 للوحده. قلت لها بشحال؟ قالت لي 200 درهم. شكرتها وخرجت. داز النهار وانا غير كنترقب امتى اختي تبعد منا لكنها لاصقه خصوصا مريم عزيزه عليها اكثر من صفيه. صفيه كانت حتى هي فرصه لكن كبيره في العمر وكتبان معقوله بل سمعت انها مخطوبه. داز النهار هكا وحمدت الله مني ما قالتش عمتي اني انا اللي جيت لعندها وقلت لها باللي الوالده قالت لها تجي لعندنا تتغدى. اما كنت فرشت دابا بقاو عاطينها الملاغه الى ان مشاو. وبالليل قلت للوالد باغي ندوز السوايع. بدا عليا ولا خليهم حتى العام الجاي اللي عندك فيه الجهاوي ودابا راه غير غنضيعوا الفلوس. قلت لي لا خصني دابا دابا خصني نتبازى على السيزيام الوالد باش كاع لا طلعت يجيني ساهل. قال لي انت عمرك ما دوزتي السوايع ونجحتي في كاطريام بتسعود كيفاش طلعتي للثانوي وجاك حب العلم؟ عرفتو باغي يزمطني وبالعربيه تعرفت بحال كيقول لي فلوس السوايع والله لا شميتيهم. لكني مع الوالد عندي اساليبي. قلت لي انه الاستاذ ديال الرياضيات قال لي بلي انا حمار عمري ما غنطفر بهذا الدماغ اللي عندي وضحك فيا القسم كامل. وهذوك اللي كيدوزوا السوايع عندهم هلي فيهم لا في النقاط لا في المعامله وانا اللي ما كندوزهمش عنده حاقر عليا. وماشي غير هذا كاع الاساتذه ديال المواد العلميه هكا. قال لي دابا بغيتيني نحط الفلوس غير باش ولدي ياخذ المعامله ديال الملوك والنقطه انت اصلا ما تستاهلهاش. قلت لي لا 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 لا, لا والد لا انا غندوز السوايع ماشي عنده في بلاصه اخرى ونخدم التمارين ونفهم الدروس في الدعم قبل من القسم باش مني ندخل القسم فين ما يسولني نجاوب وفي الفرض نصدمهم بشي نقطه عاليه. وحتى الا بغى يحقر عليا نقول ليها الفروض. رسم الوالد ضحكه في وجهه وحسيت به بحال مفتخر بيا بحال هذاك التحدي الوهمي اللي قلته بغى يساعدني فيه باش نربحو. طبعا قال لي الا كان هكا واخا ولكن ما نفوتش ليك 300 درهم الشهر. فرحت مني وافق وبالتملي قال لي يعني 100 درهم غتبقى ليا غا طونسبور. لحد الان الخطه غدا بدون شوائب. عارف انه كثرت القنابل ديال الكذوب اللي كلوح وغيتفرقعوا عليا شي نهار لكن الغايه تبرز الوسيله. الغد الليل اللي كانت 2 في الصباح حط ليا الوالد الفلوس. لبست انتكت وتاكدت بلي حيدت كل زغبه في ودني ومشيت باش نتقيد في السوايع.
عوان نبدا معاهم هذا النهار، لكن المشكل هو بغاو يغيروا لومبلوا عكس لومبلوا ديال مريم، لكن مني ضغطت عليهم وبحال بغيت نتراجع على التقياد قالوا لي غندخلك مع واحد القسم واخا عامر. عرفت المواد اللي غنقراو التوقيت مزيان، وبديت معاهم بالعشيه مع السته، دخلت بكري باش نضمن بلاصتي ونعمر بلاصه مريم. بقيت مريح كنتسنى، واللي باغي يجلس حدايا كنقول لي اسمح لي عامره. جات مريم وشيرت لها بيدي، جات جلست حدايا وقالت وهي كتضحك ما بقيتيش كتغبر. قلت لها جيت هنا على قبلك، وانا نبقى ساكت باش تفهمها كيف ما بغات. وتا هي بادلاتني بالصمت، ولكن حنا طراسها يمكن حشمات. دازت الحصه عاديه وما بغيتش نكثر عليها الهضره باش ما نبسالش عليها وما نحماتش. داك القسم كان هادئ وما بان ليا حتى شي واحد حاط عينو على مريم، حيت مريم واخا هكاك راه زوينه في شكلها وقصرها وحجابها، هادشي كيخليها تبان بنت داخله سوق راسها. لذا التزمت الهدوء وما بغيتش نتسرع في القضيه ديال التصاحب معها، على الاقل في 15 يوم الاولى بغيت حبها تظنوا بانه جا بشكل عفوي بعيدا على اي تخطيط مني. واكتفيت فقط بقول لها اعطيني ستيلو احمر ولا اخضر غير باش تزعم عليا، وكنبين لها باللي باغي نقرا ونشارك. سالات الحصه، وفاش كنا خارجين تسنيتها عند الباب اللي كان عامر بالتلاميذ، ومني كانت هابطه سولاتني واش غنمشي معاك، قلت لها بغيت نقربك للدار. قالت لي معايا ولاد القسم كيقراو معايا في المدرسه، ولا شافوني معاك يصحابونا مصاحبين وغيصدعوني في القسم. انت سير تلا غاز الدرب تما خاوي وغنجي لعندك. حركت راسي بالموافقه، لكن زدت فهمت مريم. مريم ما كتبغيش تجلب الانتباه وكتديها في هضره بنادم بزاف. قلت في الاول صعيب صعيب نطيحها وانا مازال عند كلمتي. مشيت سنيتها فين قالت لي، حتى جات لعندي وتمشينا مع بعضنا، وكانت اول جمله قلتها واش انت ما كتصاحبيش. شافت فيا باستغراب وقالت لي اويلي يا ولد خالي ياك ما بصيفطينك دير لي لونكيت. قلت لها وانا كنضحك لا لا غير سولت راسي فاش كنت كنتسناك فكرت علاش ما بغيتيش تمشي معايا ولا حيت ما غاديهاش بيا. قالت لي حاشا راك عارف البنات غيبرزطوني ويبقاو يقولوا لي شكون داك الدري اللي مشيتي معاه واش مصاحبين، وانا ما عنديش مع هاد الصداع ديال الراس. قلت لها دابا بيني وبينك واش عمرك تصاحبتي؟ قالت لي لا مالي انا رخيصه وانت؟ قلت لها انا ما رخيش. بقينا ضاحكين تخسرات تاني ديك الفرحه فاش قالت لي اش داك الشيء تحلفني فيك الخمله تاني؟ درت يدي في نيفي وقلت لها لا غير شي خيط. اواه انت خرج لي الزغب من نيفي. طلعت داك الزغب بصبعي الصغير ودرت راسي لحد داك الخيط وسولتها واش بقى فيها شي حاجه، وحمدت الله فاش قالت لي لا صافي حيدتي. قلبنا الموضوع على الاساتذه اللي في السوايع وبقات كتعاود لي بلي هذا راه مزيان وهذا مزيان وهذا ناقص، حتى قربنا للبلاكه وقالت لي غتمشي دابا. قلت لها لا مازال غنزيد نقربك للدار كي عارف الظلمه والدنيا خاويه. ما زادتش معايا الهضره سوى انها ابتسمات. قربت حتى حدا دربهم طلبت نمرتها والفيسبوك ديالها، جبدات ورقه وكتباتهم ليا وقالت لي بسلامه الخميس. بقيت واقف ساهي كنشوف فيها تتبعد ومعها بغات الدور مع واحد الدوره شافت فيه ومدت يديها بحال كتقول لي باي باي. مديت ليها يدي وطلقت لها شعوريا صوت مسموع كانه نداء للتزاوج. نخرس صوت القعوده. دارت مريم يديها في ودنها وغوتات وقالت نعم. قلت لها والو والو بسلامه وخليتها. جلست في الطوبيس وعارف انه حياتي كانسان قربها التالي كاني معها ميعاد مع الموت. خممت في ديك اليومين في هضره مريم كامله. عمري تصاحبت، يمكن بغات تبين لي انها بنت الناس وهذا الشيء اللي كان. فبعد 15 يوم من اول حصه لي معها لاحظت انها ما كتهضرش مع الدراري نهائيا ومستواها الدراسي متوسط. بقينا على نفس العادة، خصني نتسنى فراس ديال الدرب عاد تجي لعندي. في ديك 15 يوم ولفتها ولفاتني، حيدنا هاجز الحشمة ومع الفيسبوك، وبعد المرات كنعيط لها في نمرتها زدت زعمت عليها، لكن في هاد المدة شكلي زاد تبدلت، نفخوا ليا الحجبان وشعري طلاقة مع الزغب ديال ظهري، وظهري زاد تقوس ويديا بداو كيتكمشوا. لكن المصيبة هو فاش شفت عظم بدا كيخرج ليا في رجليا، عرفت انه القرد حليدو بحال رجلي. وهاد العظم هو ابهام القرد. هنا عرفت راسي قودتها، اه قودتها ديال بصح. وقررت نعرض على مريم نخرجوا في ميعاد لاول مره. في نهايه الحصه ديال الخميس فاش وصلنا للبلاصه فين كنتفاقوا ومعها قالت بسلامه، قلت لها واش عندك وقت خاوي نخرجوا انا وياك نهار الصيف بالعشيه؟ بقات كتشوف فيا شحال عاد. قالت لي سمح لي ما نقدرش، الا شفنا شي حد فين غنوليو؟ قلت لها علاش كدير في هضره الناس بزاف؟ اش غيعطيوك؟ قالت لي ما غيعطيوني والو غير ما كنبغيش نتشوه، وعمري خرجت مع دري بوحدي.
قلت ليها ما كتثقيش فيا، حنا كاع غنبعدو من هنايا، اش ظهر لك نمشيو لجنب البحر نجلسو ناكلو فشي سناك تما ندوزو وقيت زوين ونرجعو فحالنا. بقات ساكته كتفكر واحد شويه وقالت خلينا نفكر غنجاوبك في الفيسبوك. قلت لها لا 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 عافاك دابا راه ما نشوفك تاني حتى لحد يجاوبيني. قالت ليا علاش باغي تخرج معايا؟ ما عرفتش كيفاش غنقول لك ولكن كنحس بك مهتم بيا اكثر من القياس. قلت في خاطري هذه هي الفرصه اللي نلوح ليها كل ما عندي. شفت لها في عينيها وقلت لها حيت كتعجبيني وبغيت ندوز وقيت زوين معاك، 3 ايام في السيمانه ما كافيانيش، وباش نكون صريح معاك انا اصلا ضارب هاد الطريق كامله على قبلك من نهار جيت نعلم امك تجي تغدى معانا وانت واخده ليا بالي. دابا عافاك عافاك قبل تخرجي معايا. شافت فيا مريم بواحد الاستغراب كبير بحال تصدمات وبقات ساكته مده. حتى قلت ثاني هي غتقول اش داكشي الكحل خارج لك من عينيك، لكنها قالت واش كتبغيني؟ قلت لها كثر ما كتصوري حنا طغى صور جهه ثاني للحشمه ديالها وجهها اللي ولا احمر. هنا لقيت الفرصه لتسديد الضربات. بوك 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 قلت لها مني كتحشمك تزيدي تزياني. قلت لها صافي سكت بلا ما تزيد تحشمني راني موافقه. عطيتها بالدار وانا نجري ودير راسي كنقص بالفرحه، لكن صراحه حسيت انه نداء التزاوج غير خرج ثاني، فتخبيت ورا واحد الشجره وانا نغوت. رجعت للدار وانا في قمه الفرح، حليت الفيسبوك نتفق معها على الميعاد، لكنها خلات لي ميساج وقالت لي علاش جريتي وخليتيني والله لا وقعت فيك، وصيفطات داك الوجه الحزين. قلت ليها كنت فرحانه الزين سامحيني. قلت لي ما عرفت علاش ملي كنتفارق معاك كنسمع دائما واحد الصوت بحال ديال القروضه. ناري قفارت. قلت ليها سبحان الله انا كنسمعو. صافي نسي علينا هادشي، اش بالك نمشيو مع ثلاثه ديال العشيه نجيتها لعندك ونديك. قالت لي لا غنبعدو الطريق انا غنجي حتى لعندك بعدها نمشيو نيت انا غتقهرت من الدار وباغيه نبدل الجو. قلت لها صافي اللي بغات زيني نديروه، وصيفط لها واحد القليب دوك القلوب الزوينين في واحد الشريطات في الجناب. جاوباتني غنصوني عليك منين نوصل. قلت لها واخا. تفاجات فعليا بموافقتها. ياه قلت واش الحب سهل بحال هكا ولا غير انا ما كنتش تايق فراسي ولا فعلا كنبغيها ولا انا كنت مقنع في ادائي بزاف ولا شنو؟ لكني اللي عرفت هو اني جيت في مرحله المراهقه ديال مريم، مهما بلغت عفتها حتى هي كتبغي اللي يهتم بها واللي يمدح زينها كيف ما كان شكل الدغي. المهم هو يحس باهتمامه وما ما غايلوح ليها كلمه زوينه. جاء اليوم الموعود، تفركست تاني حسنت وتأنتكت، حيدت كل زغبه في نيفي ما باغيش نتحرج تاني، وصفت لها ميساج كتبت فيه عندك تنسيني، تسنيت مكالمتها بصبر. دقات ثلاثة ثم ثلاثة ونص، دورت لنمرتها وعيطت ليها لكنها ما كتجاوبش. وجهي صفار ناريك ما تراجعات، حليت الفيس نتاكد ساعة ما كانتش اونلاين. البنت اصلا اللي كتديها في هضره الناس خوافه وحال واش غتجي. بقيت كنتسنى حتى الربعة، ديك الساعه فقدت الامل نهائيا. شويه فيبرات التليفون، طليت لقيت ميساج من عندها انها مابقاتش غتجي. ومني سولت على السبب قالت لي سمح لي انا ماشي ديال الخروج مع الدراري وما كنتصاحبش. فهاد اللحظه دارت بيا الدنيا والدوخه شداتني، كنت كنحس انني قريب منها. ساعه على من كنكذب المزغب وشبيه القرض ما تقبل بيه حتى وحده. بقوه الغضب والعصاب قلت هاد المره غنغتصب والديها وبدون اي رحمه. تكيت على ظهري ويديا كيترعدوا بالعصاب والزغب اللي في جسمي كامل تشوك عليا، وفي بالي حاجه وحده نهار لحد غنغتصبها باي طريقه، غندي معايا شي توب باش نسد ليها فمها ونحكم ليها يديها بجوج. كاين واحد الخربه حدا واحد الجرده خاويه تما غنغتصبها مزيان ونجمع سروالي ونجري ديك الجريه ديال القروضه. في وسط هاد التخمام في الطريقه ديال الاغتصاب تفاجات باتصال، طليت على ما لقيت نمرتها جاوبتها ومع غنبدا نسبها قالت لي هبط انا حدا البلاكه. بقيت ساكت اللحظة حيت صدماتني وقلت كضحكي عليا؟ ضحكات وقالت لي وصافي هبط دغيا راه غير ظلام الحال ومازال مشينا لتا بلاصه. لحت التليفون وانا مدهوش، هزيت المصروف وهبطت كنجري لعندها. وفاش بانت لي واقفه عند البلاكه حسيت بحال كنت ميت ورجعتني للحياه. وقفت قدامها ولاحظات التغير ديالي في اللون ديال وجهي وقالت لي ماك مخطوف؟ قلت لها من الميساج اللي صيفطتي. قالت لي بغيت غير نجربك اش غدير؟ مني صونيتي عليا كانت ماما حدايا داكشي علاش ما جاوبتكش. وفاش كنت واقفه عند البلاكه تعطل الطوبيس، فطاحت لي الفكره ديال اني نطلع عليك ونقول لك هكا، وقلت نشوف شنو غدير. ما كنتش كنتصور انه غيدير فيك هذه الحاله كامله، كنتي غتموت ليا كريم. قلت لها هادشي كامل حيت كنموت عليك، شي وحده اخرى ما نتسوقش ليها ولكن انت غخلعتيني.
والله الا الدوخه شدتني، كنت فرحان بزاف والمورال كان طالع ليا، وفاش شفت ميساجك طلع لي الدم، كان الميساج بحال خارج من القلب. وتيقته قالت لي راه هو بصح انا راه عمرني خرجت مع شي دري بوحدي، عمرني تصاحبت غير انا شويه ضحكي باسل وعزيز عليا، نجرب بنادم باش نعرف شحال انا عزيز عليه. قلت لها المهم هو شفتك، شفتك فرحاتني، رجعت فيا روح. وفي الداخل ديالي كنقول حفظك الله بنت عمتي، حفظك الله بنت عمتي. شديت ليها يديها وقلت ما بقاش الوقت للطوبيس، يلا نشدو تاكسي. وبالفعل شدينا تاكسي ديريكت للكورنيش، دورتها مزيان في ديك ثلاثة السوايع جنب البحر، هضرنا وضحكنا وكلينا في واحد الصناك، وحسيت بها عجبها الحال، حيت الابتسامة الزوينة اللي عندها ما فرقاتش وجهها. حرز التقدم في هاد الخرجة، وفاش كنقيس لها يديها ما كتحيدهمش، بل بعض المرات هي كتزير لي على يديها. خليت كلام رومانسي لمرة أخرى، كنت فقط كنقول لها الزين شوفي هنا اللبسة جات غزالة وهكا، وبعض المرات كنلوح نوطات مضحكة باش تحلى ليها الخرجة. بقينا تما من شي 4:30 حتى 8، ومني رجعنا شدينا طاكسي وشديت تاني طوبيس معاها توصلتها للدار. فاش تفاقنا لحت ليها حنكي وتسلمنا بالحناك، ضحكات شدات حنكها وقالت لي لحيتك كتقرص، شفت ليها في عينيها وبكل ثقة قلت كنبغيك. ابتسمت تاني وهزات التليفون، حلات الفيس وقالت لي صافي بلا ما تشوف، يا قلتي لي نسيتي التليفون؟ قلت لها اه. قالت لي ايوا تا للدار وشوفها دابا بسلامة، وهي تمشي. رجعت للدار وفي الطريق العودة بديت كنفكر حفظها الله، فبعد الغضب ديالي منها وتفكري في اغتصابها كنت كنحلف انني غنديرها. هاني الان كنسلك معها طريقة اخرى باش نتخلص من هاد الجينة ديال الزبل. وصلت للدار واول حاجة درت هي حليت الفيس، لقيت الميساج من عند مريم وركت عليه وشفت. كنحشم بزاف وما كنقدرش نقولها ليك فاصل، لكن وتا انا راه كنحس باللي كنبغيك. وصيفطات معها قلب، قريت الميساج ولا شعوريا طلقت ديك الصرخه المدويه وخليتها تسمع في الدرب كامل. شديت فمي من شدة الغوات، وفي نفس اللحظه سمعت غوات اختي مخلوعه وكتغوت، ماما ماما كاين قرض في البيت ديال كريم. وماما هادشي سمعت اختي قالته. ما داش بزاف ديال الوقت حتى دخل عليا الوالد الباب ودخل بلا ما يدق، وهو هز مدلك وخويا هز مقله ولا ما عرفت كسرونه، وراهم الوالده واختي بحال داخلين باغين يحاربوا. قال لي الوالد هو كيدور في عينيه، ياك ما مربي شي قرض القرض؟ قلت ليه لا غالباف ديال التليفون الوالد. نقز خويا وقال لي بزاف على الباف هادشي بزاف. قال لي الوالد هو كيقلب في المريو تحت الداري. الضاله كنتي غطيحها علينا، الله ينعل امك الوالدين، انت اللي غوتي ياك. بقيت ساكت كنشوف فيهم وهما كاملين بين عليهم الملامح ديال الخوف. هنا قلت تفرطات غنعترف ليهم ونقول لهم انه قريب نتحول للقرض، لكن في لحظه تراجعت. علاش؟ حيت غنغامر الا قلتها لهم غيقولوا انه انا مسطي وكنضحك عليهم، واخا نعيا ما نحلف ليهم ونوريهم الدلائل. ومع هذا الرعب اللي ركبت فيهم خصوصا في الوالد غادي يعاقبني وغيقول لي بهذه العباره دابا انت كتسطع ليا ياك، وغيسد عليا في البيت لمده شهر على الاقل. وماشي اول مره غنتعاقب، راه ديجا تعاقبت ديجا، وانا ما عنديش هذا الوقت كامل ديال الشهر، وخاصني نقضي الغرض اللي انا داير عليه هذا الشيء كامل. خليتهم كيغوتوا تسمعنا الصوت ديال الدقان في الباب. مشات اختي حلات الباب ولقات كاع جيراننا ديال العماره كيسولوا اش هاد الصوت، ياك ما مدخلين شي قاعد للدار. وشي كيقول خلعتي ليها المدام، المدام عندي حامله. خرج ليهم الوالد وطلب منهم السماحه، وما سمعتش اش من مبرر عطاهم، لكن مني دخل مخنزه وشاعل بالغضب وقال لي ما غتخش من هاد البيت شهر تتقول لي منين جا هاد الصوت. ودخل عليا الباب بالجهد، اها اللي خفنا منه، اللي خفنا منه طحنا فيه. خرجت لعندو وتلاحيت على يدو كنبوسها وبقيت كنزهوك فيه ونبوس ليه راسو يسامحني. وصلت لدرجة وليت نبكي عليه، ما زادش معايا الهضرة، هز يديه الفوق ونزل عليا بواحد الترفيقة طبلة ديال ودني حسيت بها تصمكات، وكرد فيه الحيواني لا إرادي خنزرت فيه. هز يديه تاني الفوق وقال لي بالغوات رجع لبيتك دابا، وبغى يصرفقني تاني في الحنك الآخر، لكني شديت ليه يدو. في ديك اللحظة خليت الحيوان اللي في الوسط مني يتصرف، بقيت كنقمش فيه ونزرع ليه في الكروشيات وانا كنغوت. جا خويا من ورايا بغى يشدني لكنني نقصت عليه وتعلقت في الدريه، بعدها تلاحيت عليه ودخلت فيه براس ديال قتلني فهرستو ليه. هز الوالد مدلك وبغى يضربني به الراس،
هربت لي لجيت الحيط، لكن الطقة جاتني في مؤخرتي. تبوم بيت مع الحيط بقوة وندخل فيه بواحد راس ديريكت للجبهة، طاح على الأرض. مع ديك الدقة حسيت بحلة فيقاتني من داك الحيوان اللي في الداخل ديالي، اللي بغى يدافع على راسه. بقيت واقف كنشوف فيهم طايحين، خويا كيغوت وفي الدم نفراق، والوليد. وهنا الصدمة، ما كانش كيتحرك. ما كانش كيتحرك. بقيت كنقرب ليه بشوية وانا كنقول بابا مالك، وانا كنقرب ليه ببطء باش نتأكد انه مازال حي. ضربني باز فراسي ويتهرس لي على راسي. ضربت نشوف شكون لقيت، الوالدة والدموع في عينها. هزات الفاز تاني وهي كتقول خرج الحمار، ومعها بغات تشير عليا بيه. لقات راسها مكسلة في الارض والفاز مهرس ليها على راسها. تحلو تاني عينيا في ديك اللحظة، وانا كنشوف ثلاثة من افراد اسرتي مجبدين. شديت فراسي وانا نغوت. ناري جدات، خرجت اختي وهي كتقول اش هاد الصداع، ومعها شافت المنظر وانا بوحدي اللي واقف فيهم. قالت لي وهي مصدومة اش درتي؟ بقيت كنتراجع وعينيا كيغرغروا. اوكي غندير لكم لهاد الكلمه هادي. بقيت كنتراجع والدموع هابطين من عينيا، وكنقول ماشي لخاطري ماشي لخاطري، الى ان حليت الباب وهربت في حالي. بقيت كنجري وانا ما عارف حتى فين غادي. وصلت لواحد الديبو ديال الكاميوات، وقفت تما وطحت على ركبي وبقيت كنبكي بحرقه. والخلعه شداني من جيتهم، وكنقول ياك ما وقعت لهم شي حاجه خايبه، خصوصا الوالد اللي ما بقاش كيتحرك. ما كنتش متوقع انه هاد النهار غادي يجي وغنسلخ لا اراديا امي وبا وخويا، حتى لو تعالجت باش من وجه غادي نتلاقى معاهم. بقيت كنقول هادشي كامل ذنوب ديك بنت الناس اللي باغين تفلع عليها، ولكن انا شنو ذنبي؟ شنو ذنبي؟ حسيت بالدمار النفسي والبكاء اللي بكيت ديك الليله. عمري ما بكيت في حياتي. قلت مع راسي احسن حاجه غنديرها في حياتي هي نمشي لشي غابه ونتسنى نتحول ونولي قرد وينساوني وننساهم، حتى الا تحولت الحيوان نفسيتي ما غتبقاش تعذبني. اما الا تعالجت فغير غنتعدى على راسي. وقفت ومسحت دموعي ومشيت ديريكت لوطوروط. ومن وسط للقنطره وقفوا عليا ثلاثه ديال الشفاره هازين جناوه، ما فهمتش ما تسدوا عليا عينيا. ومني حليتهم لقيت واحد راسه مفرقع وطايح مغيب، والثاني مليوح من فوق القنطره، والثالث هربان والجنويه مخشيه لي في مؤخرته وكيغوت. وعباد الله جبدوها، عباد الله جبدوها. هبطت من القنطره وشديت لوطوروط، وكنت كنتمشى بخطوات ثقال جنب الطريق ناوي نخرج من المدار الحضاري لاقرب غابه ندخل لها. بقيت غادي شي ربعه ديال السوايع تبدا كيبان الشجر والخضوره. تمشيت على اليمين وتسلقت اقرب شجره، جلست فوق واحد الجيده ديالها، وكنت ديك الساعه عيان والشمس مازال ما طلعت. فقررت انه غنسد عينيا والناس. الغد لي فقت ولقيت راسي فوق الشجره مكسل، وحده قاعده هازه قرد صغير وكتحيد ليه القراد وكتاكلو. شفت في حالتي وانا نتصدم. اوه انت تحولت، وعلاش مازال كنفكر؟ ومن امتى هاد القرده حدايا؟ بقيت كنشوف فيهم شويه، قلت باللغه العربيه ولا لغه القروضه ما عرفتش. المهم انها فهمتني وقلت لها واش هذاك ولدي؟ هذا القرد يعد ابني؟ هزت القرده راسها وحركته باه. قلت كتفهمني؟ قلت لها واش كتفهميني؟ قالت لي فمي ديك اللقطه بحال درتي لي الجام. والصدمه شداتني. سالت القرده من القرد ونقاتو مزيان شويه، ركباتو على ظهرها وجات جلست حدايا، دفعتني دفعه خفيفه في كتفي بحال قالت لي دور فهمتها. وعطيتها في الدار وبقات كتحك لي ظهري وتحيد لي في الكراد. كان احساس رائع، حسيت براسي كنحبها. فهاجت غرائزي، ضربت لعندها ناوي نجرب الاول مره الجنس معها. مع قرضه جيت لها من الله وما ناوي نبدا. دارت لعندي وصفقاتني وقالت لي هدايا الحمار شتي راه ما تعطلتي الشعب عام وما كاين ما يتقال، قد بعدا غاب هاد الولد الاول عاد نزيدو الثاني. اواه الا تلقاوه كيقول حمار ياك، حنا حيوان حيوان علاش كيقولوا حمار؟ كنت بغيت نزيد نهضر معاها ونسولها امتى تلاقينا وفين، لكنها تقلقات وهزات الولد وهبطات من الشجره. شفت فراسي وبقيت كنتامل خصني نهضر بامر الواقع، وقلت هذه هي حياه حيوان كيشوفوا وكيسمعوا وكيتواصلوا. لكن حاجه وحده اللي ما قدرتش عليها هي نتذكر الماضي ديالي. حاولت بالجهد كبير نتذكر الماضي، امتى جيت لهنايا وكيفاش كنت، لكن جميع محاولاتي فشلات. نشرت رجليا فوق داك الجذع
ناوي ناخذ غفوه خفيفه، بعدها نقلب على ما ناكل. ما سديت عيني سمعت صوت قرد جاي من بعيد. شفت في مصدر الصوت كيبان لي الغبره طالعه بحال العاصفه جايه. هبطت عيني في مرتي وبحال مسبقا كنت عارف سميتها فليندا، وانا نقول لها فليندا اش واقع؟ طلعت للشجره وشافت داك المنظر وبانوا فيها الملامح ديال الخوف، وبلا ما تجاوبني طلعت ولدها الفوق وخباته وهبطت لعندي. سولتها تاني اش واقع فليندا؟ قالت لي هادي جماعه فاميلي جاو بغاو ياخذوا ارضنا ويقتلوا لينا ولدنا. قلت لها وحنا جماعتنا فينا هي؟ قالت لي جماعتنا جاو الصياده وداهم يلعبوا بهم في جامع الفنا، بقينا انا وياك وواحد الشيباني. قلت لها ايوا يلا نهربوا. قالت لي ياك ما حماقتي راه جميع الاراضي مملوكين، بقات لينا هاد الارض. زادت الضجه والصداع وديك الموجه ديال الغبره بدات كتوضح. كانوا معايا فوق 50 قرد في ديك الجماعه جايين كيجريو ديريكت لجهتنا. شفت فليندا والخلعه بدات كتشدني وقلت لها ودابا اش غنديروا؟ قربات فمها لعندي وابتسمت ليا بدوك السنان الصفرين وهبطت شفارها بحال بغات تبين ليا الجمال ديالها، وقالت ليا غتهبط تقاتل على ود مرتك وولدك. صرات طريقي وانا عارف راسي غنتقاتل في معركه انا خاسرها. هبطت من الشجره ولقيت القرد الشيباني حدايا واقف واقف غير بزز شاف فيا وشفت فيه. كان فمو كله يغيب ما عندوش سنان، دار قبضه في يدو وضرب صدره وقال القرد هو اللي كيموت على ارضه ولا على ولاده. ثم طلق واحد الغوته ومشى كيجري لجهتهم، وقبل ما يوصل لعندهم سخف وطاع. بقاو كيشتفوا عليه حتى ودع وكملوا طريقهم لعندي. حسيت بقلبي نغز من بلاصتو مني شفت داك المنظر، لكني قلت ما بقى عندي ما نخسر والخوف ما غينفعنيش. خرجت صدري ووقفت واحد الوقفه شامخه وقلت غنتقاتل حتى الموت، ومشيت كنجري لجهتهم. ومني قربت لعندهم سديت عيني وبقيت كنضرب في الخوه، هاي كنضرب املا تجي شي دقه في واحد فيهم. حليت عيني ولقيت راسي وسطهم وكلهم كيشوفوا فيا بنظره الغضب. شديت راسي وقلت ناري قوادت قوتها، تلاحوا عليا كاملين بالضرب بحال داروا ليا بارده بارده. شي كيعض وشي كيصرفق وشي مسرح ليا بالكروشيات في وجهي، وكنت كنسمع القرده وسطهم كتغني ليهم بحال تيحيحيت. كانت هي المسؤوله في تحفيزهم وهما غادي مع الايقاع بحال دايرين فيها البندير محيحين. بديت كنلفظ انفاسي الاخيره وكنت كنحس بالم في ذاتي كامله. طحت على الارض ومني شافوني ما بقيت قادر نتحرك خلاوني ومشاو كاملين جهه الشجره. كنت قادر نشوفهم لكن بصعوبه. طلعوا الشجره ولحوا لي ولدي من فوق الشجره، سمعتو كيقول بابا. بعدها الصوت راس مفرشخ مات في البلاصه، ولدي تفرشخ لي راسو. داو معاهم فليندا كغنيمه حرب حيت عرفوا بعد موت ولدها غير حركوا فيها غريزه ديال الزواج، وبقاو كيتناوبوا عليها. بقيت كنشوف فيهم تحسيت برعشات الموت، نفسي ما بقاتش بغات تطلع وعينيا تقلبوا، وبديت كنتراهدو نتركل. كنت كنطلق واحد الانين كنحاول ناخذ فيه غير نفس، مي واحد الوقيته ما بقيتش قادر. فجاه كلشي ولا ظلام، ثم طلقت شهقه كبيره تقول بحال غرقت. سمعت صوت سيارات، حليت عيني لقيت راسي فوق الجدع ديال الشجره ولا ليسر لوطوغوت كيدوزو منها السيارات بسرعه. كنت كنحس بالم فظيع في الراس، قلت جابني لهنايا. هزيت يدي كنشوف فيهم، ثم بديت نتحسس كل عضو في جسمي. لقيت راسي مازال بحوايجي، تحل فمي من هول الصدمه. اللعنه واش هاد الشي كامل كان غا حلم؟ كنت كنحس بالدوخه بزاف، كنحرك راسي غير شويه اليمن ولا اليسر، كيجيني احساس انني غنطيح من فوق الشجره. هبطت من الشجره وتكيت فوق ربيع والشمس ضاربه ليا على وجهي. كان فيا الجوع وكلشي كانت كتعصر، وكنت كنتسائل شحال ناست، لكنني ما قدرتش نخفي الضحكه من داك الحلم. فكرت فيه بزاف، الا كان هذا غا حلم فعلاش كنت كنحس بالالم؟ وعلاش مني فقت بشاقه بحال نفسي كانت مقطوعه؟ وعلاش ما قدرتش نتذكر الماضي في الحلم؟ الا كانت حياه القعوده كيف كاينه في الحلم فانا ما بغيتهاش. انا الان قادر نقل على الماضي ديالي، ومنين نولي قرد ما غنقدرش. يمكن هذا الحلم عطاني لمحه على حياتي بعد التحول، ولكن اللي كان شاطني بزاف هو انني كنت كنحس انني نعست اكثر من يوم. نهار تصادت مع الدار كان السبت، الى عرفت دابا اين يوم غادي نتاكد. بقيت كنتمشى بصعوبه وانا كنتمايل شاد في الطريق، لكن هاد المره راجع جهه الدار. في بالي حاجه وحده، نمشي للمدرسه باش ناخذ العنوان ديال الاستاذ حيت نمرتو خليتها في الدار ونقصدو لعل وعسى يعاونني. بقيت غادي توصلت لواحد ستاسيون شربت مزيان تما وسولت واحد على اليوم، قال لي الخميس. تصدمت، من السبت حتى الخميس
5 أيام ديال الناس اللي كنعرف ان القعوده ما كيديروش الصوبات الشتوي بحال الدبابه. اذا علاش ناس هاد المده كامله؟ طلبت من داك الشخص يعطيني ما ناكل نعتقو به، روح عطاني الخبز وشويه ديال العصير، شكرته بزاف وكملت طريقي للمدرسه. وصلت بعد عناء كبير، طلبت واحد الحارس العام يعطيني العنوان ديال الاستاذ عبد الله اللي تقاعد، بقى كيعبر فيا حيت كانت حالتي حاله. قال لي ما يمكنش نعطيه لك. سولته علاش، قال لي هادشي في القانون الداخلي، وشكون قال لي انك ما غتمشيش عنده للدار وتهجم عليه؟ عييت من طلب فيه والو، قلت لي يعطيني غير نمرتو. ساعة راسو قاصح، خرجت من عنده ومشيت لبعض الأصدقاء ديال الأستاذ اللي كان بالي تسالم معهم آخر مرة. كان واحد الأستاذ ديال العربية وهو كيقاريني في الأصل، دقيت عليه وخرج لعندي. قال لي علاش منكتي هاد الأيام وما لحالتك دايرة هكا؟ قلت لي قصة طويلة، بغيت نطلبك واحد الطليبة. عطيني نمرة الأستاذ عبد الله. قال لي علاش؟ قلت لي الله يرحم بها الوالدين بلا أسئلة. اتصل به وقال لي غير لامين وهو غيعرفني. رفضت هو يعطيني تيتصل به، ومنين اتصل به قال لي راه لامين كيسول فيك. قال لي الأستاذ عبد الله دوزو ليا. شديت التليفون وأول جملة قال لي هي أندرة شنو درتي؟ قلت لي نخرج من الحفرة ونطيح في اختها. المشكل زاد تعقد وما بقى لي والو، نولي فحال لامين اللي كان في الدوار. قال لي اش وقع؟ قلت لي ماشي وقت وخصني نشوفك اليوم ونعاود ليك. قال لي جي عندي لهذا العنوان. قلت ليه راه ما عندي والو وما عنديش حتى فين نبات، الله يرحم بها الوالدين، جي لعندي نتايا. قال لي صافي راني جاي، ياك انت قدام المدرسه؟ قلت لي اه. ويقطع. مديت الاستاذ تليفونه وخرجت، ومني قربت للباب ديال المدرسه شفت اختي مقابله معايا غادة مع صحاباتها ويلاه غيدخلوا، وكانت حانيه راسها ما كنتش باغيها تشوفني الصراحه. بقيت كندور في عينيا ونشوف فين تخبى، بانت لي شجره ونقصت بسرعه طلعت فوقها تخبيت تما. مني دازت من جنبي شفتها بحال معبسه ومقلقه، فخفت انها مقلقه حيت مات شي حد وعلى الاغلب الواليد. وقفت قدام المدرسه وانا غير حاضي مع الباب لا تصدق خارجه. تلقاوني بعض الدراري اللي كيقراو معايا بقاو كيسولوني فين غابر، وانا نقول لهم غير مع الوقت. جا واحد الدري ولد الدرب من الله سلم عليا وقال لي كريم فين غابر؟ امك هيات ما تسول عليك. شديت ليه يدو وخرجته من الجماعه وقلت لي اش اخبارهم الواليد كيبقى؟ قال لي بعدا اش واقع؟ ديك الليله الدرب كامل سمع الصوت ديال القارض خارج من داركم، بعدا جات لومبيلونس هزات خوك وباك امك، تبداو الناس كيقولوا لهم قارض هجم عليهم. عاود لي اش وقع؟ شديت ليه كتفو قلت لي الله يرحم جد جدود دين امك، ما عنديش الوقت، بغيت غير نعرف كيبقاو. قال لي خوك نيفو عواش وجيت عينو لي صغيه حتى هي، ولا نيفو بحال الخرطوم ديال الفيل. امك لاباس عليها؟ لا لاباس، الوالده ديالك لاباس عليها، ضرابي فيها خفاف في راسها. وباك كيقولوا انه كان مغيب وعنده شق في الجمجمه، لكن خرج من السبيطار البارح. تنفست الصعداء وقلت بعد الحمد لله ما مات حتى واحد. بقى داك خوينا كيشوف فيا وقال لي عاود لي اش وقع. وفي نفس اللحظه سمعت الكلاكسون وشفت في سياره الاستاذ واقفه. قلت لذاك الدري الا سولتك الوالده ثاني ما شفتيني ما شفتك، ومشيت جيت السيارة سلمت على الأستاذ وجلست في السيارة. قال لي اش هاد الحالة؟ اللي شافك من بعيد هكا يقول أقارض هذا لابس الحوايج. شفت فيه وقلت ليه بعدني من هنا ونعاود لك القصة كاملة. داكشي اللي كان بعدني من الدرب فين ساكن وبقى غادي بيا. توقفنا في واحد الباركينغ، حيد الكونتاكت شاف فيا وقال لي هاني كنسمع. حكيت ليه القصة بكل تفاصيلها من مريم إلى الغرائز اللي ولات لا إرادية حتى الناس في الغابة. شاف فيا وبقى كيفكر شوية قال لي انت تقريبا حيوان من غرائز هي اللي كتحكم فيك، يمكن هذه اخر المراحل ديال التحول وبقى فقط الجينات تطلع للمخ ديالك وتفقد السيطره نهائيا. دابا المشكل هو انت ما بقيتيش قادر تتحكم في جسمك، ومني سلختي عائلتك راه الحيوان اللي فيك حس بالخطر ودافع غير على راسه. بالنسبه للحلم كما قلتي يمكن عطاتك لمحه على حياتك بعد التحول، ولكن الا جيتي تشوف راه هو حلم غير مفهوم. لقيتي راسك فوق جذع وحدة قاردة بدون ما تعرف شكون جابك تما اصلا ومن امتى وهي حداك وامتى تزوجتو. هادو هما الاحلام، دائما ما كتلقاش راسك وسط الاحداث، وعمر الحالم عرف راسو كيحلم وهو في داخل الحلم حتى كيفيق. الناس الخمس ايام متتاليه تفسير واحد اللي غنعطيك، وماشي سوبات شتوي بحال الدبابه، انما والله اعلم الجسد ديالك كيمر بحاله تحول عنيفه. اذا الجسد ديالك غيبدا يميل للخمول وقله الحركه والراحه، باش الجينه تخرج بالشكل كامل من الخصيه وتزيد تغلغل في جسمك. داكشي لاش يمكن نهزتي ديك المده كامله،
الجينة الآن بحال كتفتت وكتفرتت، كيخرجوا فقط صبغياتها الصغار. إلا زدت عطلتي فما بقى والو، تخرج النواة. ديك الساعة غتودع حياتك كبشري. قلت لي إلا قطعت الخصية نقدر زعما نتعالج؟ قال لي فكرت أنا في هذا الموضوع، في مغامرة كبيرة مي تقدر تعاونك، لكن إلا قطعتيها وما تعالجتيش فجميع فرصك غيضيعوا. ندير كاع تعالجتي، كيف غادي تكون حياتك بعدها؟ نهار تزوج باش غتولد ها؟ ولا تسلف راجل لمرتك؟ ما ننصحكش ديرها. دابا والديك لاباس عليهم، ومن تعالج انا نتوسط لك باش يسامحوا لك. وهذيك الفكره ديال نتحول باش ينساوني غير حيدها من راسك. قلت لي راني حيدتها، كنت ديك النهار مدمر نفسيا واتخذ داك القرار وضاع من عمري كبشري 5 ايام. قال لي دابا كنفكر الا تحولتي كي غادي تولي، واش غتبقى بالوعي ديالك ولا لا؟ قلت لي يمكن بحال الحلم، الا فقدت ذاكرتي على الماضي ديالي فغنبقى بلا معنى، وغرائزي غتغلب عليا. حتى حياه الحيوان صعيبه، خصني نتقاتل على الارض ونتقاتل باش نتزاوج مع الانثى. حنا بشر كنتقاتلوا على الزمان، لكن المقاتله ديال الحيوان ما كاين غير الجنديخ. وبصراحه القتله اللي كليتها في الحلم عمري كليتها في حياتي. جربت قساوه تكون حيوان وخلاتني نتسائل علاش الحيوانات من نفس الجنس كيتقاتلوا. الغابة ديالنا وعطى الله الأراضي والإناث، وإلا جمعونا حسن ما يفرقونا. واحد السؤال اللي ولا كيدور ليا في بالي بزاف، علاش تعطات النعمة ديال العقل للبشر دون الكائنات الأخرى؟ وعلاش الحيوان مسخر فقط باش البشر يستافد منه؟ قال لي وهو كيضحك دابا ما عرفتش واش انت اللي داوي ولا الغيرة ديال القرض اللي فيك. أنا أعطيك جواب واحد وغنمشيو من هنايا. إن عقل كتهضر عليه، البشر قتلوا بعضياتهم كتر ما فعل الحيوان بأضعاف مضاعفة، بل حتى الحيوان ما سلمش منهم. عرفتي اش غدير؟ خليك تحول ودير جيش شوري من القروضة وحكموا الأرض. قلت ليه بجدية غريبة هو غير لا تحولت وبقى ليا العقل، غنجند جميع القروضة اللي في المغرب ونتسللوا للقصر الملكي ونطيح الملك ونتزوج بالأميرة فليندا، وغنوليو أول مملكة حكمها قرد وسلالة لامين، سلالة ملكية طبعا. دمار السيارة وشاف فيا وبقى كيضحك وقال لي واش كدوي بجدية؟ أبقى غتحلم. ما علينا، ضيعنا وقت بزاف، ولكن غندير معاك المزيان. مشينا لواحد السوق شرا جوج لبسات واحد السبرديلة. قلت لي علاش هاد الشي؟ قال لي تال الدار ونشرح ليك. بعدها وصلني لواحد الدار فيها جوج طبقات وسطح، وقال لي انها دارو. طلعنا حتى للسطح وراني واحد البيت فيه جوج سدادر مفارقين وواحد رف فيه بزاف ديال الكتوبه. قال لي هنا فيك تكنقرا وهنا فين دابا غتولي تبات. الخارج كاينه طواليط ودوش. مد لي واحد السمارت فون قديم وقال لي ها باش غتكونيكتا. شفت فيه وانا مستغرب علاش هادشي كامل. قال لي انت دابا طيحتي بنت عمتك وخرجتي معها في الميعاد الاول وما جاتش في الميعاد الثاني تقول لها يلا معايا، حيت باينه غترفض. دابا غتسرع الوتيره غتخرجها يوميا، تتولد تثق فيك ثقه عمياء، بعدها غتجيبها لهاد البيت والمصروف ديال هادشي كامل على حسابي. نهار جيبها علمني، حيت في البروميير كاينه مرتي وبنتي، وما تخافش راهم ما كيطلعوش للسطح ينشروا الحوايج، راه عندنا بالكون كبير. كل صباح غنجي نطلع عليك مع 8 نفيقك، لا تصدقنا على الثاني اكثر من يوم. شفيه ونزلات الدمعة بلا هواها، تلاحيت على يده وكنبوس فيها ونبوس فيه في راسه وكنقول ليه عمر خيرك ما ننساه. قال لي دابا انا اللي عليا درت، ولكن الحاجه الوحيده اللي غنقول لك الا مسيتي بنتي او مرتي باذى فكاينه واحد الجويجه عندي غنصفيها لك بها، وكل صباح غنجي هازها معايا، والا شي صباح فقت ولقيت قرض كامل وما لقيتش كيفاش نخرجك فغنصفيها لك بها. موافق؟ سرد طريقي. وقلت ليه موافق. قال لي غنمشي نجيب لك ما تاكل، وهو يخرج من البيت حيدت الصنداله والحوايج اللي كنت لابس باش نرتاح شويه. تفكرت نضرب طلع على العظم اللي خرج ليا من رجلي، داك الصبع ديال الابهام، وانا لاحظت ان الزغب اللي في رجلي بدا يرطاب ويطوال لدرجه انه الجلد ديال رجلي ما بقاش كيبان مزيان. قلبت على داك الصبع ولقيته كان يلاه كاينو ضد الضفار. شفت فيه وجاتني التبويشه حيت كان كيعيف، والتقية شدهتني. عرفت اني ضيعت الوقت بزاف وندمت على ذاك الوقت. لذا قررت غنتكونيكتا دابا مع مريم باش نرتب معاها الميعاد الثاني. حليت الفيس ولقيت 30 ميساج غير من عند مريم كتقول فيهم فينك جاوب راني توحشتك علاش ما كتجاوبش في التالي ياك ما بقيتش حامل تهضر معايا. وكان اخر ميساج صيفطاتو ليا البارح. طليت ديك الساعه لقيتها ما مكونيكتيهاش، صيفط لها ميساج وفيه سلام حبي مريم
مني تكونيكتاي غنشرح لك كل شيء. وبقيت كنتسناها، طلع عندي الاستاذ براد ديال اتاي والخبز وليدام وواحد البوطه صغيره. قال لي راني ما نخدمش المدام على قبلك، غتولي طيب راسك. قلت وانا كناكل شكرا. ومعها في بغا التليفون كان الميساج من عند مريم، شفتو انا نفرح كتبات فيه عمري ما غنسامحك. ومع هذاك الوجه الغاضب ومع شافني الاستاذ هز التليفون قال لي واش كتهضر معها، حركت راسي بآه وصيفط ليها قدري دورو فيها حبي. دابا بغيت غير تكالم معايا، خصني نتلاقى معاك ونحكي لك. قالت لي امتى؟ قلت لها اليوم في العشيه مزيانه. قالت لي اليوم لا، حتى الغدا مع الجوج حدا البلاكه. قلت لها واخا اللي بغات تزيني انا نجيت على عندك. خلات لي في بغات تبين لي انها مقلقه وديكونيكطات، حتى انا ما زدتش معها الهضره. حطيت التليفون وقال لي الاستاذ اش درتي معها؟ قلت لي غدا غنتشوفوا. قال لي وفين غتمشيو؟ قلت ليه ما نعرف، غدا غندبر شي كذبه نبرر ليها هاد الخمس ايام ديال الغيبه وبعدها نشوف فين غنديها. قال لي نشوف داك التليفون، مديتو لي وبدا كيقرا في الميساجات شويه. قال لي دابا هي غدي راسها مقلقه ومن هضرتها باينه انها توحشاتك، ولكن غدا الا ما قنعتيهاش بجوابك عن سبب الغيبه غتعرف علاقتك غير جاده وغتقلب عليك. قلت ليه والحل؟ قال لي غنعطيه لك انا. توقعت اولا كي غيكون لقاءنا بعد غيابي كامل، غدي راسها معبسه وبارده وبحال ما مسوقاش ليا. لكن الاستاذ عطاني خطه بقيت حال فمي فيها. بدا كيقول لي ها اللي غتقول لها وها اللي غدير وفين غتديها. مني سهله الصراحه تصدمت فيه، وكنت كنقول مع راسي عليه هذوك المهورات المكلخات كانوا كياخذوا النقاط عنده في القسم اكثر من المجتهدين. مد لي واحد 200 درهم قال لي ها المصروف، سي قاد بها حالتك ودير بها داك الشيء اللي قلت لك. ابتسمت ليه وقلت نردها لك ساعة الخير. وقبل ما يخرج قال لي تفكرت في خبارك، راه تختك تقدر تنجح معها الفكره، راه حتى هي تقدر. فقطعته وقلت لي تفضل نتحول على ندير لختي شي حاجه. ابتسم وقال لي صافي غدا مع 8 وهو يسد الباب. الغد ليه فقت وانا كلي مدقدق بزاف ضلوعي يدي رجليا وكتفاز قبل ما حليت عيني كيبان لي الاستاذ جالس هز واحد المكحله قدامي وكيلهت. شفت فيه وقلت ليه مالك؟ قال لي الله ينعل زبورت امك، واش كنتي ناعس ولا ميت؟ من 8 وانا نبوط فيك فيق 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 والو، تخويت عليك سطال ديال الماء والو، عاد تحلو عينك دابا شويه. عليها ذاتي كانت كدورني، طلبت منه السماحه حيت بان لي مسكين معذب. طليت على الساعه لقيتها 10، غسلت حالتي وفطرت وخرجت عند الحلاق، بعدها البقال شريت باكيه ديال الماكينات ديال الحسانه، بعدها الفارماسيان ناخذ ليكم. ميزانيه خسرتها هاد الصباح. المهم دوشت لبست اللبسه الجديده تانتكت ومع بغيت نخرج قال لي الاستاذ انوصلك. قلت ليه واخا، وفراسي كنقول التقاعد خلاه بلا شغل، دابا خاصو فاش يتلاها، لكن عمري ما غنسى خيرو. داني تحدا البلاكه اللي متفقين عليها، هبطت من السياره ومشى هو. بقيت كنتسنى بعيد شويه على البلاكه حيت كانت عامره على بنادم، وانا بغيت نبقى مع مريم بعيد على الناس. شويه بانت لي جايه بواحد اللباس كالعاده محتشم، سايقه ميجا فولا، وداك الوجه البلق الزوين كيبان من بعيد. بدا قلبي كيضرب وهي غاديه وكتقرب ليا. مشيت لجهتها، تقابلنا انا وياها، وكانت فعلا معبسه ودايره راسها مقلقه. قالت لي بورود سلام، لكن بحركه درتها كان قالها لي الاستاذ ربحتها تاني لعندي. بدون ما نجاوبها على النقطه بحراره وجهي كان مخشي في عنقها كانني كنبكي. وقلت لها توحشتك. تصدمات مريم ودورات راسها تاكد بلي تا واحد ما كيشوف فينا، ودارت يديها تا هي على ظهري وقالت لي تا انا. وانا مع النقط فكرت داك النداء ديال التزاوج، داك النداء لا ارادي. ضبطت نفسي باش ما نغوتش وسديت فمي وحاولت نبعد رغبتي الجنسيه، والحمد لله ما خرج داك الصوت ونجحت الفكره. جلسنا في داك الكرسي وقالت لي شحال وانا كنصوني عليك ونعيط لك ونصيفط لك في الميساجات، وتاختك ما بغاتش تعطيني راس الخيط، كنسولها عليك وما بغات تقول لي والو. كنقولها فينا هو كريم وهي كتقول لي لاباس عليه. مشيت البارح لداركم بان لي باك شاد الفراش وخوك فاطمه في نيفو، وما لقيتش في الدار الا اختك. كنقولها فينا هو كريم كتقول لي خارج خارج خارج، وكتهرب مني. عرفتها مخبيه شي حاجه وما بغاتش تقولها ليا، وانا نقول لها غير ما بغاوش الهضره تخرج، وشرحت لها سبب غيابي. طبعا ما عاودتش لها القصه كامله، نعاود لها القصه كامله ما يمكنش. قلت لها غير تصادات مع الوالد وجرى عليا وبت يومين في الزنقه، تمشيت عند واحد الصديق دارت يديها في وجهي وقالت مسكين كون جيتي غير عندنا. قلت لها غير ما بغيتش نبغضكم حبي. وقفت شديت لها في يديها وقلت لها دابا نساي نساي هادشي كامل ويلا نتفرجوا في شي فيلم. قالت لي فين؟ قلت لها السينما.
نقزات من الفرحه وقالت لي يا سلام عمري ما مشيت للسينما، وزيرات لي على يديا. بقيت كنشوف فيها فرحانه وكنقول واش هذا الشيء اللي كندير فيه فعلا صحيح؟ واش حشومه حشومه نغتصب هذا الجمال وهذا البراءه كامل؟ لكن الا جيت نفكر بالمنطق، واش ترضى هي تكون غير قنطره لعلاجي الا قلتها لها من الاول؟ طبعا غترفض تعطيني، شنو ذنبها هي؟ وتانا شنو ذنبي انايا؟ لحد الان راني داير بكلام الاستاذ بعد العناق والتبرير ديال غيابي، وتقتانا نديها نتفرجوا في السينما في شي فيلم رومانسي شبعان لقطات، ومع ديك الظلمه نبقى مره نلوح يدي ونطبع القبل في خدها. هادشي فقط باش تزيد الثقه بيا ويولي داكشي عادي عندها، تولي العلاقه بيناتنا حاجه نورمال. وصلنا للسينما، دخلنا وبقينا كنشوفو غير في لي كوفر، وكنت كنقلب على شي كوفر يكون موتير. شويه دارت صباعها على واحد التصويره وقالت بغيت نتفرج في هذا، كان الكوفر ديال فيلم هندي وكان باين انه كيدوي على الحب، حيت التصويره فيها بنت وولد معانقين. شفت فيها وقلت لها واش كتعرفي هذا الفيلم؟ قالت لي صندوقان وهذه كريشه. درت يدي في يديها وابتسمت وقلت لها يلا نقطعوا التيكي. دخلنا نتفرجوا، كانت ديك ثلاثه ديال السوايع اكفى السوايع في حياتي. كان الفيلم زبرت وما مفهومش، تقول لي مصايبه غير دوزام. صندوقان البطل كيبغي البطاله لكن عائلته رفضوا يزوجوه حيت البنت مريضه بالكوزاس. ناض هو شنق راسو، ومني علمات هي بموتو ناض حتى هي انتحرت وخلات رساله مكتوبه فيها نتلاقاو في الجنه. دفنوهم في قبر واحد ومشادين اليدين. في واحد الصباح فاق الحارس ديال المقبره لقى راضيه فوق من القبر. شويه قالوا حقا راه الحب كبير بيناتهم، خلاهم يديروا مسائل واخا اموات. الله ينعلبوا الهنود وافكارهم. تفو شفت في مريم كتبان ليا متاثره، جبتها لحضني وانا نقول لها احسن فيلم تفرجت فيه في حياتي. قالت لي تا انا، وانا ما لقيت حتى فرصه طيلت ديك المده نلوح يدي ونبوسها حيت كانت مركزه في الفيلم، والفيلم ما فيش لقطات من دوك اللقطات اللي انا بغيت، كان شبعان بكا واغاني حزينه وشطيح. سال الفيلم خرجنا وانا ندمان حيت اللي في راسي ما درتوش، لكن جاتني فكره اخرى وصلتها لدربهم. وفاش يلا غنتفاقوا وقفتها في واحد الدوره، علاش؟ حيت كنت عارف نداء التزاوج غيخرج هاد المره وانه غير يستي ما غنقدرش نكبتها. شفت لها في عينها وقلت لها كنبغيك، وخطفت بسرعه قبله طويله من فمها. ما شفتش ردات الفعل ديالها، عطيتها بالدار وانا ندور، ومع الدوره وكانت اول مره نجري الجريه ديال القعوده ديال بصح، كنجري حتى بيديا. وقفت في واحد الخلا وانا نطلق ديك الغوته. قديت حالتي ورجعت للدار، حليت الفيس لقيت ميساج من عندها فيه كنبغيك طويله. شاف الاستاذ الميساج بعد ما حكيت ليه على كل شيء وقال لي راك غادي مزيان، ولكن الجريه ديال القعوده كتعني ان وقتك غادي وكيقلال، زيد معاها 5 ايام على الاقل، بعدها ضروري خصك تجيبها لهذا البيت. وهكذا دازت 4 ايام متتاليه، وانا كل نهار كنخرجها القنت، بل بعض المرات كتغيب من المدرسه باش تمشي معايا. زعامتي زادت، وليت كنلوح يديا فين ما بغيت ونبوس فين ما بغيت، وكانت حتى هي كتنسجم معايا، وتعلمت نضبط نفسي شويه. هنا عرفت بلي طحت ليها على الضربه، وانه مريم دابا كتموت عليا. ديتها في اليوم الخامس لحديقه الحيوان كاخر جوله، بعدها غنقول لها يلا معايا للبيت. فاش دخلنا كنت كنسمع الصوت بلغه اخرى من غير لغه ديال البشر. شديت في يد مريم ومشيت لمصدر الصوت، كان قفص ديال القعوده، كنت كنسمع ونفهم اش كيقولوا. جاتني الصدمه وبقيت حال فمي، الا كنت كنفهم في هضرتهم يعني غدا ولا بعد غدا غيكمل تحولي كامل. لكن في نفس اللحظه حسيت بشي حاجه في الداخل ديالي بحال كنجاذب لدوك الاناث اللي فوق الشجره وسط من القفص، كانوا 4 ديال القردات. وحده كتقول الاخرى راني حامله بالشهر الثالث، والاخرى كتحك لصاحبتها وكتقول لها هاد الكراد اللي فيك عزيزه بنين بزاف منين جبتي؟ وكتجاوبها درت وصفه ديال الجلوف ديال البنان غير حكيهم في ذاتك كيعطي الكراد البنه. والرابعه كانت ساكته كتشوف فيا، عيطت لها تهبط، وتفاجات فاش هبطت لعندي يعني كتفهمني، وقفت قبالتي رغم المنظر ديالها البشع كانت كتعجبني وشبهت لي الفليندا. لكن اللي ما عرفتش واش انا اللي كنهضر ولا القرض اللي فيا، كنحس براسي واقف بدون ارادتي. قلت لها واش كتامني بالحب من اول مره؟ قالت لي لا ما كنامنش بالحب من اول نظره. وقربت ليا وحلاتني وفا وبدات كتشمشم من مورا القفز، وقالت لي
مازال فيك ريحه البشره، وعطاتني بالظهر ومشات. تبل لها الرومانسيه ديال القعوده. ضغط نشوف مريم، لقيتها كتشوف فيا باستغراب وقالت لي واش حماقيتي ولا بصح كنتي بحال كتهضر معاهم؟ تبسمت وقلت لها لا لا حماقتي انتي، وجريتها باش تقلب الموضوع. بقينا كندورو تما حتى الخمسه ديال العشيه، وحنا راجعين صيفط لي ميساج الاستاذ باني غنجيبها هاد العشيه، وشديت الطاكسي للدار. بقات كتشوف الطريق كامله وقالت لي فين غنمشيو؟ قلت لها تنهبطو غتعرفي، وانا فراسي كنقول يا ربحه يا ذبحه. وصلنا شديت ليها في يديها، وبدون ما نهضر طلعتها للدار، وكانت هي كتسولني سؤال بريء بحال ما عارفاش، وكتقول لي فين غاديين، لكن ما كتقاومنيش. قلت لها يلا غير تشوفي البيت فين عايش. مني سكتات عرفت اني ما غنلقاش معها المشكل. دخلتها للبيت وتفاجأت مني شفت الديكور، السدادير اللي كانوا مفارقين تلاصقوا، وفوق الطبله طبسيل ديال الديسير، فوق الشمعة شاعله، وحده صينيه فيها كيسان وطيرموس فيه الحليب، وريحه البيت كانت زوينه. قلت في خاطري سي الله يرحم لك جد جدودك يا الاستاذ. قالت لي يا مريم البيت زوين صافي يلا نهبطوا. وقفت قدامها وقلت لها فين مزروبه؟ بقيت كنشوف لها في عينيها وانفاسها كنحس بهم كيتقطعوا. درت يدي في كتفها وطبعت بوسه في خدها وجلستها فوق من واحد السداري وقلت حبي هاني جاي. مشيت سديت الباب وطفيت الضوء حتى الا شافت الزغب ديال الجسم ديالي غطلع عليا من الشرجم. خليت الضوء ديال الشمعة لخافت وجلست حداها. كانت حالي راسها وكتشبك في يديها، بداو غيوغي كيخرجوا، وكان صدر اصوات خافته عمري سمعتهم، كانه القرد اللي فيا قريب يخرج. شويه لقيت راسي ضاحك وساهي كنشوف فيها وكنقول شحال تسنيت هاد اللحظه. كان عندي خوف واحد هو نطلق تاني داك النداء ديال التزاوج، وانا في خدم ديك الفاحشه اللي غندير. ما بغيتش نخلعها اولا، وثانيا غنتحرج قدامها، لكن حسيت انه ما غاديش يخرج حيت انا غنتزاوج الان والانثى حدايا، ليت علاش غادي ننادي وهي كاينه حدايا؟ طلقت شهقه طويله وقلت في خاطري غندا، لكن قطعتني فاش شفتها هزات يديها وقالت كريم شوف كنت راهد انا خايفه. تبسمت ليها وفكيت لها العقده ديال الزيف وحيدت ليها، قربتها لعندي وبقيت كنلعب لها بشعرها، وانا كنقول لها ما تخافيش انا معك باش تحس بالامان طبعا. ومني عرفت انه توترها قلال هزيت راسها وبقيت كنتبادل معاها في القبل، وكانت حتى هي منسجمه معايا. بعدها درت ليها شده العمه في الظلمه، وعند النشوه الكبرى خرجت شي حاجه خليضه تلاحت فيها، وبعدها حسيت بحراق رهيب في العضو ديالي. نطت من فوقها جامع رجليا وانا كنحاول نصبر وما نغوتش من الالم. سمعت البكاء ديال مريم كتبكي بحوقه، مديت يدي لعندها نواسيها لكنها بعداتني ونزلت عليا بتصرفيقه وقالت بصوت كيقطع القلب انا ماشي ديال هادشي وانت عارفني كي دايره، علاش جرتي لي هكا؟ حرام عليك حرام عليك. وهي تدفن راسها في المخده وبقات كتبكي بواحد الحوقه خلات عينيا تدمع. لبست حوايجها ولبست دياولي، واي هضره كنقولها كتقول لي سد فمك. شعلت الضو ولمحت الدم فوق من السداري وراها، رجعت بخطوات سريع وغطيت الدم بالمانطا حيت الا شافته غتنهار ليا انايا. بقات جالسه حاولت نواسيها ونصبرها، وهي فقط كتقمعني وكتقول لي وبحال شي مصطيه كتدوي عمر بحال هاد النهار ما تخيلته غادي يجي. انا بنت الناس ما كنتصاحبش، غاريتيني وضحكتي عليا واستغليتي ضعفي، وانا فقط كنشوف فيها بعيني عامرين بالدموع. اثرات فيا حيت هاد البنت كانت فعلا ماشي ديال هاد الشيء، حتى الطريقه باش كتبكي تقول بحال امها ماتت. وقفات وهي كتمسح دموعها وقالت لي وصلني راني ما عارفاش الطريق. بغيت نشد لها في يديها بعداتني وقالت اخر مره تمسني. هبطنا شدينا طاكسي وطريق كامله وهي حاطه راسها في الجاج ساهيه. وصلنا زدت معاها شويه القرابه للدار، وعند الفراغ قلت لها امرني يا مريم ما نتخلى عليك. شفت فيا برود وزدت في حالتها بلا ما تجاوبني. رجعت للدار وانا في قمه الدمار النفسي. طلعت للبيت لقيت الاستاذ وكان كيضحك وفرحان اكثر مني. قال لي اش درتي معاها؟ جلست فوق السداري ودفنت يديا في وجهي وقلت ليه تعديت عليها وبديت كنبكي. جلس حدايا الاستاذ وكيحاول يواسيني وقال لي خصك تكون راجل، هادشي مقدر ليك. قلت ليه الا كان مقدر خصني نرضى به، ماشي نضحك على مريم. ديك البنت ما خرجت من هنا تقطعت ليا قلبي. قال لي شتك تبدلتي؟ بس راس الاستاذ وقلت ليه خيرك عمري ما ننسى، الله يرحم لك الوالدين، خرج دابا بغيت نبقى بوحدي. ناض وقال لي واخا على خاطرك. وفاش وصل عند الباب قال لي من نهار جيتي لعندي ما كانتش عندك العاطفه نهائيا، وعمرك قلتي لي انه البنت كتبغيها بصح، كنتي حيوان بدون عاطفه، اما الان رجعتي انسان، يمكن الجينة تلاحت فعلا. وسد الباب وخلاني كنفكر بوحدي. نعس ديك الليله بزز
فقت بكري الاول مره من شحال هادي، لكن حرارتي كانت مرتفعه وذاتي كانت مهدوده. بقيت متكي حتى طلع الاستاذ هز ديك المكحله وتفاجئ مني لقاني فايق. تبسم وقال لي صباح الخير البشار. قلت لي صباح الخير. قرب لعندي وقال لي كيف بقيتي؟ قلت له شويه. حط يدو في جبهتي وقال لي كنت عارف غتجيك السخانه ديال الجينه، راه خرجات المعلم، هذه راه حمى عاديه كتجي ما بعد التزاوج، كتكون فقط عند الحيوانات. هاد السخانه والله اعلم غتخلصك من بقايا الجينه اللي في جسمك. تبسمت باش نبين بلي انا فرحان، لكن في الداخل ديالي كان ما غادي. بحال الا الصوره ديال مريم وهي كتبكي وقفت لي قدام عيني. هزيت تليفون وصيفط لها ميساج فيه صباح الخير لعل وعسى تجاوبني، وخليت الاستاذ كيصايب لينا الفطور. اما ذاتي فالحركه بسيطه، الا درتها كنحس بالتبوريشه. عضلاتي كانوا منهوكين بزاف، تقول كنت كنهز الثقل البارح، ما قدرتش نخرج من تحت المانطا. بقيت متكي حتى جاب لي الاستاذ اتاي والخبز. بست لي على يدو قلت لي سمح لي بزاف ما عذبك معايا. تبسم وقال لي في سبيل الله. وهكذا داز اسبوع وانا شاد الفراش. لاحظت انه الزغب بدا كيطيح من الجسم ديالي، نبغي غير نتف في زغبه كنجبد رزمه ديال الزغب، بل حتى حجباني وشعري بداو كيطيحوا ليا بحال في التونيا. جاتني الخلعه وخفت لنولي قرع الى الابد. واللي زاد خلعني هو تحليل الاستاذ مني، قال لي تقدر تكون المضاعفات. بقيت كنشوف فيه وقلت كانوا مسمين عليا قرض، ودابا القرع مالك زغبان اسيدي كلالي الدبان. بقى كيضحك وقال لي اسمح لي ما كنتش فاش فيك، لكن القرض قرع غنبدل بيناتهم غير حرف واحد. دازت 15 يوم وانا مريض وحالتي كانت كتدهور، وزدت قاعيت بل الزغب اللي كان في الجسم ديالي كامل طاح من قلقول راسي حتى لصبعي الصغير، ولا السداري كله زغب. ومني بدلت حوايجي بقى واحد ليا الزغب في ذاتي كامله، مي بدا تيحيد بشويه بشويه. اما الاستاذ فكل شويه طالع بالشطابه وكيقول لي مني كنهبط هاد الزبل لتحت، كتقول لي مدام ياك ما حليتي محل ديال الحلاقه في السطح، حيتاش البيت كانت بهذا المعنى غابه ديال الامازون. فهاد المدة ما عطاتني مريم حتى رد، بلوكاتني من الفيسبوك وعيت ما نعيط ليها وما كتجاوبش، كانت كتقطع عليا ولا كتطفي التليفون، وكل نهار كنصيفط لها شي 40 ميساج غير باش تعرف انني ما تخليتش عليها. لكن شي ايامات في ما كنعيط ليها كنلقى التليفون طافي. طلبت من الاستاذ يمشي يضرب عليها طله. البنت راه مرضات نفسيا وخفت لها دير شي حاجه في راسها. مشات 3 ايام متتاليه وعمرو شافها خرجات. بدات كتجيني الخلعه وانا تبزز مني باش نزورها. دوشت وشفت راسي في المرايه لاول مره من بعد التزاوج، كانوا حجباني ولحيتي طايحين، ولات عندي صلعيه لامعه. دوزت يدي في صلعتي ودفلت في المرايه وقلت الله ينعل بوها الحياه. قلت غنتقاد ونتفك من الزغب، ساعه ولا راسي كيبان بحال البيضه. درت كاسكيطه باش نطرق الفضيحه وطلبت من الاستاذ يمشي معايا حيت كنت مازال مريض وكنتمشاي بزز. وافق ومشينا بسيارته وحطني قدام الباب. طلقت شعقه طويله وحليت الباب باش نخرج. شد الاستاذ في يدي وقال لي الا لقيتيها شوف كي دير تهبطها لعندي. قلت لي باستغراب علاش؟ قال لي دابا اللي عطى الله عطاه، ما غادك طول وحالتك ولات صعيبه وليت تبان بحال مريض بالسيده، راه هي ماشي مكلخه وغتشوف حالتك والتغير الكبير اللي طرا فيك، ومع الخصمه اللي انت معها فيها غتقول باللي نقلتي ليها شي مرض، غتجيها من الاخر باش نحطو امام الامر الواقع. خاص داك الولد اللي غيتزاد ما يطيحش. حركت راسي بالموافقه وخرجت طلعت لعندها. دقيت الباب وحلت لي امها وقلت لها السلام، وهي تجاوبني بشكون انت؟ قلت لها ما عرفتينيش انا كريم لامين. قالت لي اه تبدلتي بزاف دخل دخل. دخلت طريحت وانا غير كندور في عينيا وحمدت الله مني ما كانش خوها. سولت امها فين هي مريم، قالت لي راه في بيتها هاد الايامات مريضه وما بقاتش كتمشي حتى للمدرسه. علاش شنو بغيتيها؟ قلت لها الله يشافيها، جيت غير على ود الدفتر خليته عندها في السويع واش نقدر نشوفها؟ قلت لي واخا. وبدات كتعيط مريم مريم، جاوباتها من الداخل. ومني سمعتها جايه قلت لعمتي جيب لي كاس ديال الماء، هادشي باش ما نبقى بوحدي معاها. خرجات مريم بيجامة مسخة وشال ما مقادش وبعينين حمرين كتبان مريضة، بقات مخنزرة فيا وهي ساكتة. نط قربت لعندها وانا كنشوف لجهة الكوزينة اللي تخرج امها. قالت لي يا مريم تزيد خطوة غادي نغوت. وقفت طحت على ركبي وقلت لها الله يرحم لك الوالدين، عطيني اخر فرصة غير نهبطو ونشرح لك كل شيء. ديك الساعة والله لا بقيت صدعتك، بقات ساكتة لمدة بدون ما تجاوبني. تهزيت فيها راسي وانا نشوف بنظره مرعوبه شي حاجه كحله تحت منيفه ناري مسطاش. العربي باطمه بدا كينوض ليها، تحل فمي من الصدمه وانا نقول ياك ما الجينه استقرات وما مشاتش للبويضه ناري مريم غتولي قرد.
سمعت خطوات ما خارجة من الكوزينة، رجعت بالزربة جلست في بلاصتي. عطاتني كاس ديال الماء شربته وجلست حدايا، بقات كتشوف فيا عمتي بواحد الشوفة ناقصة وقالت لي تبدلتي بزاف، فينين اللحية والحجبان؟ ياك ما فيك شي مرض خبيت. قلت لها وانا كنشوف مريم الله يحفظها عمتي غير عيان واحد شوية. حيدات لي الكاسكيطه وهي تشوف ديك الصلعية اللامعة، شفت في عمتي وملامح الدهول باينين فيها. بعدات مني شوية وقالت يا لطيف. دورت راسي لعند مريم وانا نشوفها حاطه يديها في فمها وعينيها فيهم الدموع. وقفت وانا نقول بلا ما تفهميني غلط، راه غير التونيا هذه، ها التونيا. خطفت كاسكيطي من يدها وخرجت وفي طريقي للباب شفت في مريم ودرت يدي على فمي بحال كنقول لها عافاك غير هبطي وتبعيني. خرجت من العماره وانا عاد يدي، ركبت في الطوموبيل وسوني الاستاذ على اللي وقع. قلت ليه بنظره مرعوبه الا تحولت ديك البنت راه ما غنسامحش راسي. قال لي اش وقع بعدا؟ قلت ليه مستاجها بدا كينوض، خفت الجينة تكون استقرات وما مشاتش للبويضه. صرات الاستاذ غيق وقال لي او ها اللي ما بغيناش دابا هي هابطه. قلت ليه ما نعرف ولكن غنتسناو. بقينا كنتسناو شي 10 ديال الدقائق تبدا الاستاذ كيقول لي انا محال غتخرج هادي. شويه تحل الباب وخرجت، شهقت وقلت الحمد لله. حليت الباب ديال السياره وشيرت ليها، شافتني لكن عطاتني بالظهر وبحالها كانت كتقلب على شي حاجه في الشارع. شويه تحنت هزات تطواره كبيره وتما جايه قصداني وهي كتبكي. رجعت انا للور وكنت عارف انها غتضربني. بقيت كندور ليها على الطوموبيل وانا كنقول مريم غير سمعيني، وهي كتبكي وكتقول خرجتي عليا وعلى حياتي، لحتي فيا مرضك ياك والله لا بقيتي حي. خرج الاستاذ يكالميها لكنها شيرات بالحجره وهرست الباربريز ديال السياره. شد الاستاذ فراسه وقال بغضب الله ينحل القعوده تعبوكم كاملين، ومشى كيجري باش يشدها. تخلعت مريم وبقات راجعه للور ومع قرب يشدها خنزرات فيه وطلقات غوته. وشفت في الاستاذ اللي تهز في السماء وتردخ مع الارض. هزات راسها فيا وانا نهرب وهي تبعني بجريه ديال القعوده. بقيت هربان وانا كنغوت واه عباد الله عتقروح، اه عباد الله عتقروح. لكنني تعكلت مع واحد الحجره وطحت. حاولت نوض بسرعه، الساعه سمعت الصوت ديالها، الصوت اللي جاي من السماء، وتلاحت عليا. بقات كتكوشي فيا وتعض وتشنتف ليا على راسي تقول كتصبن في مانطا، وانا لا حول لي ولا قوه. تفكرت فقط تفرشيخه ديال القعوده. فاش فرشخوني كاملين في الحلم وما نهضتش من فوقي تشافتني ما بقيت قادر نتحرك. شويه وقفت قدامي وبكل براءه قالت لي مالك؟ هزيت راسي بصعوبه وقلت لا والو، غير رموك دخل فيا وهرب. وانا عارف انه ابسط تقليقه غتنوض القرض اللي فيها. شفت جيت الاستاذ كيبان لي زاحف، جيت السياره، طلع ديماغ الطوموبيل وبقى كيقرب بشويه وهو مخلوع وكيكلاكسوني باش يخلعها تهرب. لكنها بقات واقفه، لوحت ليه بيدي وغوت ما تخافش يا استاذ ما تخافش. هبط من السياره كيعرج وحاط يدو في ظهره، عاوني باش نوقف وجلسني فوق الطريطوار وجلس حدايا. طلب من مريم تجيب قرعه ديال الماء من السياره، مشات شابت الماء، شربت وغسلت حالتي. ومع مريض كنت كنحس بالم فظيع في ذاتي. بقات مريم كتسول وكتقول مالكم؟ واش قيدتوا الماتريكول ديال هاد الرموك اللي ضربكم؟ قال لي ها الاستاذ اش من رموك للقرض؟ وانا نقاطع وقلت لي استاذ سكت. تزيدها تقليقه ثاني غير هبط لينا مالك الموت دابا. سكتنا. شفت في مريم وانا نقول لها خدي نفس وبلا ما تعصبي تكالماي وغنشرحوا لك كل شيء. جلست مريم حدايا وبقينا ساكتين حتى تأكدت أنه الغضب ديالها برد، وحسيت أنه قلبها عطف علينا خصوصا مني شافت حالتنا بجوج. شفت في الأستاذ وقلت لي نقول ولا تقول؟ ناضو قال لي دبر راسك، ما قادش أنا على شي تفرشيخ أخرى. بقيتي حي؟ عيط لي نديك. ما بقيتيش حي؟ راه كنتي قاعد مزيان. هو يديماري السيارة وزاد. بقات كتشوف مريم في السياره كتبعد وقالت واش هذا مسطي ولا مالو؟ صرات طريقي وقلت مريم وعديني باش ما تعصبيش. قالت لي وملامح الحزن رجعوا لها من الاخر لحتي فيا شي مرض كريم ياك؟ قلت لها لا هذا ماشي مرض اللي فيا، والله ما مرض، غير سمعيني وما تخليش داكشي اللي فيك يتعصب اوكي؟ قالت لي داكشي اللي فيا؟ قلت لها بغيتك انت تبقاي معايا. هزات راسها فيا وقالت لي هاني كنسمع، وهنا شفت مستاج هكا كيلعب به البرد. بعدت منها شويه وقلت واش هاد الايامات ما كتحسي بوالو؟ قالت لي بحالاش.
قلت لها شي حاجه تبدلات فيك ولا شي حلمه حلمتي بها؟ قالت لي ما فهمتش اش كتعني، ولكن حلمه اه وليت كنحلم ديما راسي فوق واحد الشجره، هاد الزقارد الصغير كنقيه وحدايا قارد كيسولني واش هذا ولدو، وانا كنقول ليه اه. اوه على حتى الاحلام صيفطهم ليها. خديت نفس عميق وسديت عيني وقلت بالزربه، مريم لحت فيك جينا كانت غتحولني القرب، ودابا خاصك تحملي باش ما تحوليش نتيا. هزات حاجبها باستغراب وقالت لي اش كتخربق. حكيت ليها القصه من الاول، من العلماء الفرنسيس حتى الناس معاها، حيت الكاسكيطه باش تشوف الصلعيه، وكنقول لها واش كنت هكا، وريتها العظم اللي في رجلي اللي بدا كيرجع لبلاصتو، وقلت لها هذا كان غينوض ليا صباع هنا بحال ديال القعوده. قالت لي وهي كتمتم والدموع نزلوا ليها، اه هادشي راه ما كيدخلش العقل، دابا هاد المده كامله ما كنتيش كتبغيني، درتيني قنطره ياك، قنطره باش انت تداوى ياك. عينيا بداو كيهبطوا منهم الدموع، وقلت لها لا لا انا كنبغيك وكنموت عليك، وكون ما كنتش ما نجيش حتى لعندك ونقولها لك والله. قالت لي وهي كتغوت، وعلاش علاش ما قلتيهاش ليا من الاول؟ حنيت راسي والدموع نزلوا ليا وما لقيتش باش نجاوبها، بقت ساهيه كتشوف في الارض وكتقول دابا انا غنولي قاعده. شويه وقفات محنيه بحال الوقفه ديال القعوده، تقابلات معايا وهزات راسها وخرجات سنانها وخنزرات فيا، وقالت لي بصوت كيخلع والله ما نسامحك. قلت ليها وانا كنحاول نهرب منها والرعب بدا كيتملكني، لا لا عافاك ما تعصبيش يا مريم عافاك لا. وسمعتها كتقول وما عقلتش حتى لقيت راسي كنقطر بالدمايات ومعلق فوق شجره، وكنشوف مريم لتحت كتسولني بكل براءه مالك. بقيت ساكت كنشوف فيها وانا بهاد المعنى مفرشخ، وجهي محطوط فوق واحد الجذع ديال الشجره، وكنحس بالم في صلعيتي حيت كانت كتعضني فيها مرارا وتكرارا، ما عرفتش واش كانت كتصحابها باللوطه يمكن. عيني لي منيه منفوخه لدرجه ما قدرتش نشوف بها، نيفي واش باقي في بلاصتو ولا لا جو سيبا، شلاق من فارقعين والدم كيسيل منهم، فمي ما عرفتش علاش ما قدرتش نسدو. يدي اليسريه ما كنحش بها، وكان كوعها ملوي بشكل مخيف ومجروحه من الفوق. شفت في مريم والسؤال واحد طاح في بالي، كيفاش هاد القرده قدرات تطلعني فوق الشجره؟ بقات كتسولني مالك شكون طلعك تما، لكن ما كنتش كنجاوبها خوفا لا تطلع ليا. طبعا مديت اليد الاخرى لجيبي، جبت التليفون عيطت للاستاذ، قال لي فينك؟ قلت ليه بصعوبه انا فوق في فضره، انا هنا فوق فضره. قال لي فوق اش؟ مال صوتك؟ قلت ليه فوق فضره وفضره فضره وفضره. دوزت لساني على اسناني وما لقيت حتى سنه وحده، شدتني الصدمه، هبطت عيني في رعب في ذاتي كامله، وانا خايف لا تكون قطعت لي شي ودن ولا رجل، وحمدت الله مني لقيتهم بعدا باقين في بلاصتهم. قال لي الاستاذ انت اش كتقول؟ قلت ليه جي فين خليتيني غتبع لك مريم واقفه حدا واحد الفضره راني فوقها؟ وانا نسمعو كيقول واخا فهمت هاني جاي فهمت. وبقيت كنتسنى فيه وانا كنحرك يدي باش مريم تبعد مني شويه، سمعت كلاكسون وشفت في مريم كتشوف في المصدر ديال الصوت، وقالت راه داك الراجل رجع عاوتاني، شيرات ليه باش يجي. هبط الاستاذ من السياره وبقى كيقرب بشويه وهو مخلوع، ومني وصلت تحت الشجره وشافني تحل ليه الفم من الصدمه، شاف في مريم ورعده شاده بعد منها، وقال لي بلاتي هاني جاي، ومشى كيجري يركب في الطوموبيل وما عرفته فين مشى. ما داش بزاف ديال الوقت حتى رجع هاس اللوم، هبطني من فوق الشجره وبصعوبه، وبقى هازني تحطني في المقعد الخلفي ديال الطوموبيل. سمعت مريم كتقول للاستاذ غنمشي معاكم، قال ليها لا لا غبقاي. قال لي كريم شي حاجه على الجينه؟ قالت لي اه علاش انت عارف؟ قال ليها بنبره مرعوبه بلا ما ما عارف، المهم كانت شي حاجه اتصلي بيه، هو يركب في الطوموبيل بالزربه وبعد منها. بقينا غاديين وهو كيسولني على اللي وقع، ما جاوبتوش غير ضحكت، بقيت كنضحك باش يشوف امي ويعرف اني ما قادرش نهضر. شد فراسه وقال لي يا لطيف واش خيتنا كانت هزه مطراقه؟ داني لواحد السبيطار عمومي، داروا لي القبص في اليد اليسريه وفاصمه في راسي، وجهي كامل عامر بالفاصمات، وكان الطبيب كيسول على اللي وقع باش يعمر السيرتيفيكا ميديكال. قال لي الاستاذ غي طاح ما تيقوش تسولني، وقلت ليه بصعوبه داك الشيء اللي كاين. رجعت للدار وتكيت فوق السداري، بقى الاستاذ جالس حدايا وهو كيقول قول لي اش وقع. كنت كنهضر بصعوبه وبهضره ديال دوك الشارفات الفارمات اللي ما عندهم سنان، لكنه كان كيفهمني. قلت ليه حكيت ليه على اللي كاين، وجاوبتني باني ضحكت عليها ودرتها قنطره باش نداوى.
قال لي ومن بعد؟ قلت لي ومن بعد تفرشخت. دار الاستاذ صبعه في جبهته وباسها وقال لي الحمد لله مني مشيت وما بقيتش معاكم، كنت انا اللي غنقولها ليها. قلت لي تمنيت لو رجعت لجينا في ديك اللحظه وتا انا تسدو عيني وندافع على راسي. قال لي لكن المشكل انت كنتي بعدا كتقل، هي فرشخاتنا وما عقلاتش، وهذه اللي ما بغاتش تفهم ليا. قلت لي خلينا من هذا الشيء، المهم واش الجينا استقرات ولا لا؟ قال لي مني كنت راجع فكرت وما عرفتش واش استقرات ولا لا. المهم مازال الوقت مبكر باش نعرفو، حنيت راسي وقلت ليه حياتي عذاب. دار يدو في كتفي وتبسم وقال لي دابا يفرجها ربي، حتى انت قبل ما تحول كانوا المضاعفات كتبان فيك وغرائزك هي اللي متحكمه، لكن الجينه كانت كتفتت وما خرجتش بالكامل. داك الشيء اللي يمكن اللي واقع لها حاجه وحده اللي تخلينا نعرفو واش مشات البويضه ولا استقرات فيها. قلت له شنو هي؟ قال لي الى ما جاوهاش لي ريغل الدوره الشهريه. وفي نفس اللحظه سمعت التليفون كيصوني، هزيت ولقيت نمره مريم، شديتها وقالت لي بنبره مرعوبه كريم كيف بقيتي؟ قلت لها مهلوك اخوتي مهلوك. قالت لي شوقا، عطيت التليفون للاستاذ وقلت ليه اشرح لها حيت نصف هضرتي ما غتفهمهاش. شد الاستاذ التليفون دار الهوت بارلور وحكى لها القصه كامله. قالت لي بصوت بريء دابا انا اللي ضربتك عمي ودرت الكريم ديك الحاله. قال لها ايه؟ قالت ليه وبحال بغات تبكي، انا ما بغيتش نولي قرضه. قال لها غير تهدني راه كاين الحل. قالت لي شمن حل؟ قال لها امتى كتجيك الدوره الشهريه؟ تحرجات وقالت لي ويلي على سؤال. قال لها الاستاذ بجديه جاوبي. قالت لي في 5 ايام الاولى من كل شهر. قال لها باقي الحال، اليوم 25 في الشهر، الا ما جاتكش الدوره الشهريه فما تخافي من والو. قالت لي وهي كتبكي وإلا جاتني؟ شاف فيا الأستاذ وما جاوبهاش. بقات مريم كتبكي وكتقول جاوب عمي جاوب، بجوجكم اتفقتوا عليا ولاد الكلابة، بجوجكم الحمير، عمرني ما نسمح لكم بجوج. كريم عارفك كتسمعني، بغيت نقول لك راك تستاهل ما كثر. خسارة ما شفتيش العيشورية اللي فيا، يمكن كثر من ديك القرضة اللي سلخاتك. نهار نتلاقاك عيني في عينيك، عينيك غنجبدهم ليك. سمعناها كتضرب في راسها وكتعاود الجملة. خرجتوا لي على حياتي، خرجتوا لي على حياتي، وهي كتبكي بواحد الحرقة تشفت عيني الأستاذ هبطوا منهم الدموع. أما أنا فقطعت لي قلبي وكانت الدمعة اللي كتنزل من العين ديالي ديك العين اللي ما منفوخاش كتفزق الفاصمة وأنا كنسمعها كتشهق وتعاود تبكي كأنها دري صغير. قال لها الأستاذ غير صبري ما هذا غير ابتلاء، وعلمينا لا كانت شي حاجة وقبل ما تبدا تسب تاني وتغوت قطع عليها. بقى حاني راسو شحال وما دواش، كان كيبان مأثر وطيح عليه الضيم. سولتو قلت ليه علاش الا جات الدوره الشهريه غتحول؟ قال لي حيت في فتره الحمل المراه ما كتجيهاش الدوره. شويه هز راسو شاف فيا وقال عرفتي شنو؟ مني سمعتها تخيلتها كون كانت بنتي، كنحس براسي ندمان مني قلتها لك في الاول، كون غير خليت الطبيعه تاخذ مجراها عوض ما نعذبو بنت صغيره. عاد قالت بسم الله في الحياه. سكت وما جاوبتوش، عطيتو بالظهر وتغطيت بالمانطا، سديت عيني وكانت اول مره نقول علاش انا من دون الناس. خديت قرار مع نفسي الى جات هاد الدوره واستقرت الجينه غتكون لخره ليا في هاد الدنيا. حط الاستاذ يدو في كتفي وقال لي وهو متفائل ولكن راه حاس انه ربي غادي يفرجها ما تخافش. دازو دوك الايام وحنا على اعصابنا، ناس ما بقيناش شفناه، الشهيات سدات، الماكله القليله اللي كدوز خاصها تطحن. عاد تدخل لهاد الفم، وليت كل شويه كنسول وكنصيفط لمريم ميساج سول على الدوره الشهريه وما كانت حتى هي الخلعه شاداها وبغات باي طريقه تفك، ولات كتجاوبني وكتقول لي مازال. جا واحد في الشهر مع الفجر فيقني الاستاذ الاول مره نصليو، يمكن عمرني شفت الاستاذ صلى حتى اليوم، توضا وانا تيممت. اعطاني واحد الفوقيه بيضاء ولبس هو جلابه، كنا كنبانو بحال الفقهاء، وخرجنا لجهه الجامع وصلينا. في السجدة الأولى ضرب الأستاذ راسه مع العرض بالجهد وسمعته كيقول بصوت مسموع يا ربي تفرجها، يا ربي دير شي تاويل ديال الخير. في السجدة الثانية قلدته، وفاش سالينا الجامع كله كان كيشوف فينا باستغراب. هزينا صنادلنا وزدنا في حالاتنا. داز النهار بالصلوات الخمس في الجامع، وعند كل سجدة ديال الدعاء بقينا كندعيو كندعيو بزاف. ابخي بقيت كنصيفط ميساجات لمريم حتى 12 بدون جواب. عيط ليها الاستاذ وقالت ليه بنبره مخلوعه مازال مازال. داز النهار الثاني والثالث والرابع بنفس الوتيره الصلوات الخمس في الجامع، لكن مريم ما قدرتش تحمل داك الضغط.
كل اتصال كتبكي وكتقول مازال في ليلة اليوم الخامس وحنا راجعين من الجامع بعد صلاة العشاء. سولها الأستاذ واش فايت جاتها الدورة الشهرية من غير 5 أيام الأولى، قالت لي لا ضروري من 5 أيام الأولى وكنحس بها دابا أنها غتجي، والله حتى كنحس بها. شديت فراسي وقلت نهاري، وكنشوف الأستاذ كيشوف في أبو جاسفار ومخلوع. دقات 11 ثم 12 ثم 12 ونص، بقينا حاضرين التليفون تفيبرا، كان الميساج من عند مريم. هزيت التليفون بغيت نشوفه الساعة، الأستاذ خطفه من يدي وحطه فوق الطابلة وقال بعد منه خليه يتنفس، سير تيمم أنا غنتوضى. قلت ليه علاش؟ واش غنصلي التراويح؟ قال لي لا غنصلي واحد الصلاة ندعيو فيها نسمعو أخبار زوينة. قلت ليه يا أستاذ راه هذه هي بدعة، ما كاين لا في ملة ولا في دين. هز يدو قال لي بنبرة أول مرة نسمعها منه، نبرة مرعوبة مرعودة بوجع عرقان. قال لي شوف يدي كترعد دابا، دير داكشي اللي قلت وبلا ما تزيد جهني. مشيت تيممت وهو توضى، لبسنا فوقياتنا وصلى صلاة اللي ما عرفتش واش ديال السنة ولا ديال الشيعة. كل سجدة كيهز راسو ويعاود يفرقعو مع الأرض، وبقى يدعي ويبكي ويولول ويتحير بحال شدوه المسلمين. وكان من الكلاخ مني اني كنت كنقلده، وكنزيد نفرقع فراسي اللي مفرقع اصلا. دار التحيه وقال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، السلام عليكم، ثم هز كفوفه وبقى يدعي ويغوت ويقول يا رب ما تخلينيش نكون سبب في عذاب ديك البنت يا رب. بقيت كنشوف فيه، وكانت اول مره نشوفه في هذه الحاله، وهو بهذا المعنى قد جن جنونه. قلت لي واش شريف ارجع له، خنزير فيا بواحد النظره خلعتني. تانا هزيت كفوفي وبديت كندعي، بقى على هاد الحال نص ساعه. تدقات الوحده، درنا على الطبله وهز التليفون بشويه وهو كيقول بسم الله، شويه حطو تاني وقال لي نصليو تاني. قلت لي واه بزاف، واخا يكون الميساج جايك من الاخر. قال لي صافي صافي وراك على ليغ لو ميساج. كنت كنشوف فيه تيقراه وقطرات العرق كتنزل منه. هز راسو فيا بواحد النظره ما عجبتنيش، شويه ضرب التليفون مع الحيط هرسو ودار واحد تنقيزه عالميه بديك الفوقيه، كان كيبان بحال سوبر فقيه، وغوت بكل حباله الصوتيه والدموع في عينيه وقال ما جاتهاش، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الاستاذ من الفرحه قلب الطبلة عليا ولاح المريول اللي فيه الكتوبه وطلع فوق السداري بدا كينقز، شويه حل الباب وبقى كيجري ويدور في السطح وهو كيغوت وكيقول الحمد لله. بقيت كنشوف فيه وانا عاد وصلتني النشوه ديال الفرحه، وقفت هزيت يديا بجوج وبديت كنشطح الشطحه ديال الشيخه تسونامي. شويه خرجت لعندو للسطح وبقيت نجري معاه، وانا الضحكه والدموع ما بغاوش يفارقوني، ومع لابسين دوك الفوقيات البيضين ووجهي كله ملوي بالفاصمه والسطح مظلم، كنا تنبانو بحال الجنون كيجريو في السطح، حيت فعلا كانت الفرحه لا توصف. كانه داك الضغط اللي عشناه في الايام اللي فاتت كله كيتفرغ دابا وكيحيد. وقف الاستاذ وعنقني بحراره ونهار بالبكا وهو كيقول كتعرف ربي ما غيخيبناش. حسيت بيه بحال الاب ديالي اللي جاتني صورته قدام عينيا. توحشو، توحشت الوالده وخوتي، اه توحشتهم كاملين. دفنت راسي في عنقه وانا كنقول الحمد لله. دخلنا للبيت جمعنا وهو كيدندن كيدندن، ما عرفتش شي ديسك ديال الناس الغيوان يمكن. قال لي ابتسامه باغي اتاي؟ قلت لي اه، وبقيت كنشوف فيه وانا متعجب. ما طالما الاستاذ كان كيبان مترزن ومثقف وبعقله، لكن اليوم كان فرحان كانه دري صغير. عمر اتاي وخوا ليا كاس وحطو قدامي في الطابله، بقى كيشوف فيا وانا الضحكه ما بغاتش تفارق وجهي. قال لي تسدك الفم كتجيب لي هاي الضحك. قلت لي ما نقدرش استاذ. ها استاذ بغيت نسولك، تبسم وقال لي سول. قلت لي انت فرحان دابا بحال ليله الجينه انت اللي لحتيها فيها، والمشكل اننا مازال ما مأكدينش، درتي صلاه ما عرفتش منين جبتيها. والفرحه بحال قاطعني الاستاذ وقال لي فرحه بحال يلا براش ياك. بقيت ساكت وما جاوبتوش. قال لي شكون قال لك انه الجينه كاينه؟ وشكون قال لك انه الحل ممكن؟ قلت له انت. قال لي اذا انا السبب في داك الشيء اللي كتعاني منه ديك البنت. من نهار سمعتها كتبكي وتعاير فينا وانا الناس ما بقاش بيجيني. شوف اولدي في عمري 60 عام وشديت التقاعد ومبقى عندي ما يدار سوى نتسنى نوبتي في الموت. ما بغيتش اخر عمل درته هو ندمر حياتها، وهي اصلا ما دايره ليا والو وما دايره حتى ذنب. داكشي علاش هاد الفرحه كانت خارجه من القلب. تبسم وحط يدو في كتفي وبقى كيشوف فيا والدموع نازلين ليه بالضحك وهو كيقول
حتى سدك القادوس عندك راه كتجيب لي الضحكه. بقيت ضاحك وانا نقول لي والله ما نقدر استاذ، ما نقدرش. داز ديك الليله كلها ضحك وحنا فرحانين، لكن في الداخل ديالنا كنا عارفين اننا مازال ما متاكدينش ماذا لو جاتها في اليوم السادس او السابع. بقى داك التخوف حتى وصلت 10 في الشهر، هنا تقطع الشك باليقين. بداو كيبانوا مشاكل اخرين، شكل مريم اللي بدا يتبدل حيت الجينه غتبقى تفتت حتى تحط القرض اللي في كرشها، غير ايزا اللي غاديين كيهيجوا كل ما قرب منها ذكر اخر، حيت الانثى ديال القرض بحال الانثى البشريه، فتره الوحم ما كتبقاش تحمل راجلها، لكن القرضه ما كتحمل حتى ذكر نهائيا، اي ذكر يقرب منها ما كتحملوش. فتره الحمل ديال القرضات صعيبه وكتكون خاصه غير مع من، وهذا الشيء تاكد لينا فاش اتصلت بالاستاذ وقالت لي انه الكونسييرج ديال العماره بغى يعطيها رساله ديال البريد برا، وبيعطيها برا. طلع البرا للدار شويه بان لها معلق من سروالو في المكانه ديال الضو، وبقات كتسول في الاستاذ بكل براءه واش انا اللي علقته. شاف فيا الاستاذ وقال لي غنغامرو ثاني. قلت ليه كيفاش؟ شد لي في يدي وقال لي في الطريق غنحكي لك على كل شيء. داني في الاول داك السبيطار العمومي حيت المده اللي فاتت نسيت راسي، تتعفنت لي الفاصمه. دخلنا للسبيطار وقال لي الطبيب انه القبص خاصو 15 يوم اخرى والفاصمه غتحيد اليوم. جات الفرمليه وبقات كتحيدها ليا وهي كتغسل ليا راسي، وكانت ديك الفاصمه لاصقه بقوه الدموع، حيدتها بصعوبه، وكانوا اغلب الجراح اللي في وجهي كنحس بهم براو. شفت في الاستاذ لقيته كيشوف ليا في ديك الصلايه، ومن نظرته كيبان مصدوم. قلت ليه مالك؟ عطاني بالظهر بحال كيقلب على شي حاجه. شويه جهز مرايه ومدها ليا، شديتها وشفت في الصلايه الدموع بداو ينزلوا. بلا هواهم كانوا جوج زغبات ملويين على بعضهم بحال الا معانقين نايضين ليا في صلايتي. جاتني الضحكه ثاني وقلت في خاطري الا ناضوا هادو يعني يقدر يرجع ليا شعري. قال لي الاستاذ هو كيشوف في جنابه، تسدك القادوس غضحك فينا عباد الله. بقيت ضاحك وقلت لي والله ما نقدر. خرجنا وجلسنا في السياره، وقبل ما يقول لي فين غنمشيو قلت لي ديني عند اقرب عطار. قال لي علاش؟ قلت لي غير سير حتى تما وتعرف. وقفني قدام واحد العطار، هبطت خديت من عنده واحد اللعيبه خبيتها في جيبي، وطلعت في المقعد الخلفي ديال السياره. دار لعندي الاستاذ وقال لي واش انا الشيفور ديالك؟ انت زيد طلع لقدام. قلت ليه عافاك خليني هنا، خليني عافاك عافاك عافاك. خنزير فيا وقال لي راه ما عندناش الوقت وتابعنا بزاف ما يدار، يا تجي لقدام يا نحط امك هنايا ونزيد في حالاتي. طلعت وانا منفخ لقدام وقال لي اش شريتي؟ قلت له والو. قال لي بلا ما تندمني قول لي اش شريتي. جبت اللعيبه من جيبي شافها وتفرقع بالضحك، ضرب راسو مع البونون وبقى كيكلاكسوني، والضحك الضحك بقى كيضحك داك الضحك ديال الحلال فوق يقول واه يا مولاي بوعزة عنده جوج زغبات وشاري مشطة، واه يا مولاي بوعزة عنده جوج زغبات وشاري مشطة. هزيت كتافي بعدم اهتمام ودوزت ديك المشطة على دوك جوج زغبات ديالي، وبكل قصوحية الوجه قلت لي إلا تهليت في هادو فبلا شك غيزيد ينوض ليا الشعر، ولا لا بقى كيشوف فيا هو كيضحك. وقال لي ما نعرف كنا شادي شي عشبه ولا زيت تنوضو، انت مصبق المشطه على الشعر. قلت ليه الا كان غينوض غينوض بلا زيت ولا عشوب، الله يرحم باك بلا ما تخسر ليا فرحتي. قال لي ما لاحظتي والو. قلت له شنو؟ قال لي السخانه والمرض اللي كانوا فيك تحيدو. درت يدي في جبهتي وتعجبت وقلت ليه ياه مشى بالي هاد الايام غير مع مريم ونسيت راسي والحمد لله. دمار السياره وحبس الضحك وقال غنمشيو عند مريم. شف فيه الخلعه شداتني وقلت لي يلا حيدت الفاصمه ومازال يدي مهرسه وغتخليني نتهنشر وتهرب عاوتاني يا استاذ. هذيك الا بغينا نمشيو عندها خاصنا لبسه العسكر. عقد حجبانه وقال لي كدوي بحال البنت زادت هكاك، راك انت السبب بنادم. قلت لي كندوي حيت واكل العصا من عندها، هاد المره الجلده ديال صلايتي غتحيدها ليا. انا مشينا كاع شنو غنديروا عندها؟ قال لي فترة الحمل ديال القرضة هي ما بين 140 يوم يعني 3 شهور و20 يوم، هي مزيانة حيت مدة قصيرة وكرشها ما غتبانش بزاف، لكن هاد الفترة صعيبة وغتكون الغريزة ديال الأمومة مجهدة عندها. عوض ما تقمع القرضة اللي في الداخل ديالها وكل شوية تسلخ شي واحد غنديوها لشي غابة ونخليوها تتصرف في طبيعتها. قلت ليه يعني تخلي القرضة اللي فيها تاخذ حريتها باش القرضة تخليها حتى هي بحريتها. قال لي انت فهمتيني. قلت لي والوحم؟ قال لي صحابك بحال البحاضيات اللي عندنا، ما كاين لا تجيب بطيخ لا اناناس ولا زيتون، ما كاينش هادشي، القرضه كاع ما كتوحم. صار طريقه وقال لي ولكن كاين واحد المشكل.
قلت ليه عارفو الا طلعت للطوموبيل ودار داك الصوت ديال القوضه فعلينا سلام ومشينا فيها كفته. قال لي ها ما عندك لا فين تهرب لا والو، غنتحكموا فيها داخل الطوموبيل. زيد عليها البنت حاقده عليك. قلت ليه وسير بوحدك. خنزير فيا وقال لي بلا ما تمرضني راك غتمشي غتمشي، انت اللي مسؤول عليها وانت باتك القرض اللي في كرشها، ولا فكرتي باللي ما غتصدقش هذه الفكره فغنحاول انا نهوب ونخلي امك تاكل العصا. طلقت شهقه طويله كنحاول بها نخفف خوفي وقلت ليه واخا استاذ واخا. مشينا اولا لواحد السوق شرينا البنان والديسير، ثم شدينا الطريق عند مريم. وقفنا بعيدا على العماره لكن بابها كان باين لينا. هز الاستاذ التليفون دار نمرتها وشاف فيا قال لي واجد؟ قلت ليه وراه هذا شاداني كون شرينا شي كاسك، القاضه اللي عندها راه كتموت على صلعيتي، كنت انا شي كاسك ديال الموتور راه ب 600 ريال والله حتى ب 600. هو يقول لي صافي ترجل معنا، اتصل بها ودار الهوت بارلور. قالت لي السلام، جاوبها الاستاذ بالسلام بنتي. قالت لي كنشم ريحه كريم من هنا. شديت فراسي وقلت ناري قوادت والله تقوادت. شاف فيا الاستاذ وقال لي بصوت خافت نسيت ما نقول لك باللي القاضات كيشموا ريحه رجالتهم من بعيد. قلت لي ما تقولش ليها باللي انا هنا. ومع بغى يقولها سبقات مريم وقالت ما عرفتش ليش كنحس اني خاصني نهبط. خطفت لي التليفون وقطعت عليها، بديت كنترعد عليه وكنقول الله يرحم والديك ما بغيتش ناكلها تاني، بحدني من هنا. عفاك عفاك استاذ. انت مالك تبدا ترعد عليا انا؟ ترجل. قلت لي كيفاش نترجل مع هذيك؟ شوف شوف الله يرحم باك، انا ما بغيتش نلقى راسي فوق شي نخله ولا مليوح في شي قادوس، حيدني من هنا الله يرحم بها الوالدين. ضرب الطوموبيل بيدو بالجهد وغوت سكتنا. حنيت راسي وسكت. شاف فيا وقال بغضب راك انت سبابه، واش ما بغيتيش تدخلها لراسك؟ ويلا كلتي العصا راك تستاهل، غنعيطوا عليها غنحاولوا نكالميوها، بعدها غطلع للطوموبيل تبين ليها راك مخلوع غناكلوها كاملين انا وياك، ما تبينش راك مخلوع. شفت فيه بعينين فيهم الدموع وما جاوبتوش، هو اصلا وجهو عرقان وغادا شاده وبين فيه الخلعه، وقال سيقول لي ترجل ترجل هو بعدا. حيد الكونتاكت وهز التليفون دار الهوت بارلور وسمعناه كيصوني، لكن الجواب تعطل شويه سمعنا داك الصوت هو سمعناه. دورت راسي لجهه الصوت، كتبان لي مريم واقفه محنيه قدام الباب ومخرجه سنانها ومخنزره فينا. شويه بدات كتجري لجهتنا والغبره طايره. شفت الاستاذ كيشوف فيها ورعب، شاتنا بجوش حاول يخشي الكونتاكت وهو كيقول بواحد الصوت مرعوب يا ربي سلام يا ربي سلام يا ربي سلام، لكن مع الخلعه طاح ليه. سديت انا الباب من جهتي وكنشوف مريم غاده وكتقرب بسرعه جنونيه لجهتنا. هز الاستاذ الكونتاكت بالزربه وديماغ الطوموبيل، ومع تحركنا دخلت مريم في السياره بالجهد. وشفت وجهها اللي تبدل بزاف، بقات تابعانا وفيما كتقرب منا كنزيدو نبعدو منها، حتى جاتها السخفه ووقفات وشفناها وقفة عادية. هنا عرفنا أنه مريم رجعت لطبيعتها. اتصل بها الأستاذ وهي كتقول لي عاد كنت في الدار جابني لهنا. شرح لها الأستاذ الوضع كامل وقال لها خذي النفس وما تخليش شي حاجة في الداخل ديالك تتحكم بك. سمعناها من التليفون كتاخذ نفس عميق وكتطلقه وقالت صافي ما تخافوا من والو. قال لها إلا متأكدة رحنا في الدور جيل عندنا. قالت لي هاني جاية وقطعت. شاف فيها الأستاذ وقال لي شوف أولادي راني راجل كبير وما قاطر على العصا، الا سمعتي داك الصوت ديالها بابك مسدود وانا بابي محلول، غنهرب ونخليك صافي. ما قدرتش نجاوب وحيت شفت مريم جايه مخنزره فيا. دقات في الجاج، حلها الاستاذ جلست في المقعد الخلفي وما قادرش ندور نشوف فيها. سلم عليها الاستاذ وشاف فيا وقال لي ما كتسلمش. قلت ليها السلام مريم لو غي يتقاطعني، وقالت لي انت ما تهضرش. سمعت سنانها كيتغززوا بحال الصوت ديال عنقها كيطقطق، وكملات هضرتها وقالت كنحس بالاعصاب بحال باغي نتلاح عليك. شف الاستاذ بنص عين دار الاستاذ لعندها وقال لها تكالماي دابا اللي عطى الله عطاه، الا زدتي تعصبتي يقدر يطيح لك الولد، والا كان كيعصبك كريم ما تشوفيش فيه. خدات نفس ودورات وجهها بعيد عليا. دمار الاستاذ الطوموبيل بيد مرعوده وفي الطريق كامله ما هضرناش. وصلنا لواحد الغابه، هبطنا من السيارة وشفت موسطاج وقادومة ناضوا لمريم والحجبان اللي تلاقاو وفمها بحال خرج من بلاصتو. بقى فيا الحال زينها كامل ضاع وانا السبب. تمشينا شي نص ساعة وتأكدنا انه حتى واحد ما كيشوف فينا. شرح لها الاستاذ الفكرة وقالت ليه بغيتو نولي حيوان
وشافت فيا وبحال بغات تبكي تاني. هنا خديت قرار، خديت من الاستاذ ميكا ديال الديسير وطلبت منه يبعد منا ويخليني غير انا وياه. قال لي علاش؟ قلت لي الا بقيت حي غنعاود ليك، دابا حيد من هنا. بعد منا الاستاذ حتى ما بقاش كيبان لينا. بقات مريم كتشوف فيا باستغراب وبدون ما تهضر. سرحت يدي لي ما مهرساش، واول جمله قلتها هي ندمت، دابا اللي بغيتي ديري فيا ديري. قالت لي وهي غاده وكتحنى علاش ضحكتي عليا؟ قلت لها ما ضحكتش عليك، انا كنبغيك، كنت كنحس كيف كتحسي انت دابا. نص حيوان، ما هربت من الدار، ضربت الوالده وهرست خويا من نيفو، وكنت غنقتل الوالد حتى انا ما بغيتش نتحول للقرض. بدات كدمع وكتقول لي ما بنت لي غير انا، اتفقتوا عليا بجوج، شوف حالتي كي ولات بسببكم. قلت لها دابا هاني قدامك، حيدي لي عينيا، ديري اي حاجه، هرسي لي اليد الاخرى، بقيت تضرب بيني حتى نتشلل، انتقمي مني. بقات كتبكي وقالت لي علاش كدير هكا؟ قلت لها حيت ندمان. قربت منها بشويه وحطيت يدي في ظهرها على النقطه، بقات كتبكي عليا بحوقه حتى تكالمات. قلت لها ما كانش كنت حولنا بجوج ونعيشوا هنا. تخلطت لها الضحكه بالبكيه، ضحكت ليها حتى انا بهاد الفم، وهي تقول لي ما عرفتش كيفاش قدرت نفهمك وفمك داير هكا. قلت لها مريم سامحتيني، بقات كتشوف فيا وقالت لا. صرت طريقي وقلت ما علينا ما علينا، واش تقدري ديري داكشي اللي قال لك الاستاذ؟ قالت لي ما عرفتش ولكن غنحاول. ما غتبعدش انت ياك من هنا؟ قلت لها لا غنبقى معاك. قالت لي انت تعرف. عطاتني بالظهر وجمعت نفس في صدرها وسدت عينيها وتحنات على يديها، خرجت نفس وسمعتها كتصدر صوت. حلات عينيها وعرفت انه قرضه هي اللي متحكمه الان. ظهرت لعندي وبقات كتقرب بمشيه القعوضه. الخلعه شدتني لكن حاولت نضبط نفسي، جبت من الميكا بنانة لحتها لها، ما داتهاش فيها وبقات كتقرب مني حتى وقفت قبالتي. تلاحت عليا وطحت انا على ظهري، طلعت فوقي وفي خاطري هو ناكلها تاني، غناكل العصا. عطاتني جوج صليات في الصلايه وبقات كدوز يديها عليها بشويه، حلات فمها بحال بغات تعضها. سديت عيني وقلت اشهد ان لا اله الا الله. حسيت بها عضاتني لكن ماشي بالجد، كانت كتعضها غير بشفيفها وكانها كتلعب معايا، وبعض المرات كتعوج شفيفها بحال كتبوس فيا. هبطت من فوقي وحليت عيني، بقات كتجي وكتدور عليا وهي كتصدر صوت ديال القعوطه، ما عرفتش شنو المعنى ديالو، بحال الا بغات تلعب معايا. جبت من الميكا بنانه قشرتها لها ومديتها لها، خداتها وكلاتها وبقات كتشوف فيا وهي معوجه شلاقمها كانها كتسنى المزيد. خويت الميكا قدامها وجلست كنشوف فيها كتاكل، وانا متفاجئ علاش ما سلخاتنيش، يمكن حيت كتشم فيا ريحه راجلها، كتشم ريحه التزاوج معاها. يمكن هذه هي اول خطره عندها في التزاوج، يمكن غتكون كتشوفني اني راجلها، ولا كانت القرضه كتحبني فعلا، فعلاش ديك النهار علقاتني في الشجره؟ بقيت كنتسائل وانا كنشوف فيها كتاكل حتى شبعت شويه، بدات تجري وتعلق فوق الشجره والفرحه باينه عليها. بقيت كنتامل فيها وانا كنشوف اول قرضه لابسه صايه وقميجه ودايره الزيف في راسها. هبطات لعندي كتجري وطلعت فوق كتافي وكانها دري صغير، بدات كتصرفق ليا في الصلعيه. كنت عارفه كتلعب لكنها كانت كتقصحني شويه، شدات ليا زغبه من دوك جوج الزغبات، بديت على نو 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 بليز الزغبه نو نو حتى الزغبه لا، لكنها نتفاتها وشدات الزغبه الثانيه. قلت لها اوه هالا 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 كي غندير تندوي مع هادي؟ تبان بحال غتفهمني، وبكل بروده نتفاتها. بقى فيا الحال عينيا هبطوا منهم شويه ديال الدموع، مازال حتى ما فرحت بهاد الزغيبات. دوزات يديها في الصلايه وعجباتها وعجبها الحال، تبقى تصرفق في الصلايه وبقات كتنزل عليا بالتصرفق وكتحاول تعضها. خليت على خاطرها، ما بغيتش ندير حتى حركه مفاجئه نخلعها، وتصدق سالخاني عاوتاني. تمشيت معاها شويه وانا هازها، بقينا كندورو في الغابه شحال، واحد شويه سمعت واحد الصوت وحسيت بشي حاجه سائله وسخونه في عنقي. قلت في خاطري الله ينعل القرضه تاع بوك بلتي عليا، طفو على امك. هبطتها من فوقي بشويه وحطيتها على الارض وانا كنحاول نمسح هادشي اللي دارت فيا. حيت التريكو اللي لابس وبقيت كنمسح بها عنقي. شويه سمعت اويلاش هادشي، هزيت عيني كتبان لي مريم كتشوف في صيتها. قلت لها راك درتيها في سروالك يا مريم. قالت لي ومن حوايجك عامرين؟ قلت لها درتيها عليا، دارت يديها في فمها وبقات كتضحك وقالت لي صافي يلا نرجعوا. كانت سابقاني وكنشوف فيها التمشى مشيه ديال البطريق. هنا عرفت انه
ما بالتش صافي بل دارت حاجه اخرى وما بغاتش تقولها ليا. رجعنا عند الاستاذ اللي كان تكي على الطوموبيل كيتسنى، غير شافني وبدا يضحك. قلت لي مالك؟ قال لي ماني انت شوف صلعيتك. ضربت طله في المرايه ديال الطوموبيل وانا كنشوف الصلعيه ولات حمراء بقوه التصفيق، وكنت كنحس بها كتاكلني. بقاو كيضحكوا عليا بجوج. طلعنا للسياره وكانت واحد رائحه كريهه كدور في الطوموبيل، والسبب مريم اللي كانت مريحه على جنبها خوفا ما داكشي تخربقوا كامل بتجلس عليه. هبط الاستاذ الدجاج وما دواش حيت فهم الفيلم كامل كيطاير وما بغاش يحرج مريم. شدينا الطريق وحنا ساكتين، وكل شويه الاستاذ كيخرج راسه ياخذ نفس، اما انا فكنت كنتنفس من فمي. وصلنا مريم قدام دارهم، هبطات من السياره شفناها كتمشى، تحلت الباب ديال العماره ودخلات. خرجت من الطوموبيل بالزربه باش نتنفس الهواء النقي، وكنشوف الاستاذ تيكلاكسوني براسو الضحكه خانقه. رجعنا للدار وحكيت للاستاذ اش وقع، تعجب بزاف حيت جميع تحليلاته تضربوا في الزيرو. قال لي يمكن مني كالميتي مريم تلقى القرده تكالمات، ومني شافت الطبيعه وريحه الكذكر ديالها خلات القرده تهدن. تبسم بافتخار وكمل وقال يعني فكرتي صدقات، غدا غنعاودوها تاني. وهكذا بقينا كنعاودوها بشكل شبه يومي. شبعت في هذه المده التصفيق وتهلينا فيها الديسير، وربيت على ديك القرده الكبده كانها حيوان اليف. لكن بالمقابل مريم لاحظت الفرق وما بقاتش اللي تلقاه تسلخه، ولات اكثر تحكما في جسمها، وفي الغابه كتخلي القرده تتصرف بطبيعتها وفرحتها كتبان عند كل خرجه. وفين ما خلات القرده تتحكم كتلاح عليا تعنقني. بداو كينوضوا ليا الحجبان وشعري والمظهر ديالي بدا كيتحسن. كنت طبعا فرحان، لكن الفرحه ناقصه حيت مريم كان المظهر ديالها غادي وكيبشع، سنانها صفار ودنيها ونيفها ولاو عامرين بالزغب وخرجوا من بلاصتهم. بدات كتزيد تحقد عليا، تعقدات بزاف وما بقاتش كتمشي للمدرسه نهائيا. دازت 3 شهور على هاد المنوال، كبرات كرشها في هاد المده، ماشي بالكبار ديال الحمل ديال 9 شهور طبعا، حيت كرشها ما كانتش كتبان بزاف، لكن الجنين قالت مريم انها كتحس بيه كيتحرك. كنا فرحانين انا والاستاذ حيت الامور غاديه بسلاسه، لكن التوتر بدا كيبان في اخر ايام ديال الحمل ديالها. دازت 15 يوم اخرى وباقي 5 ايام، وبصراحه كنت كنحس اني غنتوحش بزاف هاد القرده، كانت دائما كتعنقني بل علمتها كيفاش تبوسني. غير كنحط صبعي على حنكي كتقرب فمها لجهتي وكتبوسني. سميت عليها فليندا، وخدينا انا وياها بزاف ديال التصاور ديال الذكرى. فين ما نبغي ناخذ انا وياها سيلفي كتعوج تلاقمها كيف كيديروا البنات ديال هاد الايام هادي. واخا سلخاتني وبهدلاتني ما عرفتش علاش كنحس بالبكيه في كل مره كنتفارق معها، وكنحس بالفرحه في كل مره كتخرج معايا. لاحظ الاستاذ تقلقتي في الايام الاخيره وكان كيسولني مالك ما كتبدلتي بزاف هاد الايامات. كنتبسم وكنقول لي والو غير هاد الكابوس اللي عشناه قرب يسالي، لكن في خاطري كنقول يا ربي ما تولدش غدا. تلبعدو دازوا الايام اللي بقاو دغيا، رضيت بامر الواقع وعرفت انه الفراق ضروري منه. جا اليوم 19 وكان واضح انه الولاده قربات، كان الاستاذ ما ناويش يخرجها للغابه في اخر يوم، لكن مني لحيت عليه خرجنا. وصلنا للغابه وبعد منا الاستاذ كيف العاده. تسنيت مريم تسلم القياده للقرده، لكن قبل شافت فيا مريم وهي حانيه راسها وقالت يمكن هذا اخر نهار. تبسمت وحركت راسي باه، سمعت هذا الصوت وتلاحت عليا القرده عاوتاني، طحت على ظهري وبقات فليندا كتشوف فيا كنبكي وبلا حشمه بلا حياه صلاتها معايا لوجهي كانها كتقول لي مالك. ضحك، وكانت اول مره نشوف القرده كتضحك حتى هي. شفت فيها وضحكت وبكيت في نفس الوقت، عنقت بحرارة حيت حسيت أنه هذا آخر يوم ليا أنا وياها. دازت ديك العشية وأنا متأثر، ترجعنا لديورنا، وفي هاد الليلة وأنا متكي كنشوف التصاور ديالي أنا وياها وكنتفكر في لحظاتي معاها. غير دخل ليا الأستاذ الباب بالجهد وكان عرقان وكله كيلهت، وقال ليا مريم غتولد نوض قعد. بصراحة كاع ما تفاجأت، قال ليا الأستاذ لحق عليا للسيارة. لبست بالخف وهبطت كنجري للطوموبيل، وفي الطريق سولت الاستاذ وقلت ليه واش مريم اللي عيطات ليك؟ قال لي اه من صوتها كانت كتبان انها كتوجع. قلت ليه دابا راه 11 ديال الليل، كي غدي تهبط في هاد الوقيته؟ شاف فيا وقال لي ما نعرف. كسيرة بسرعه لعند مريم، وقفنا في دربها وبقينا كنتصلوا لكن بدون رد. دازت ساعه وبدات الخلعه كتجيني، ياك ما ولدت في الدار، ياك ما وقعت لها شي حاجه مع الولاده. شاف فيا الاستاذ بتوتر وقال لي سير طلع شوف مالها.
خرجت من السياره وصونيت على الطابق فين ساكنه. جاوبني باها وكان كيهضر بصوت بحال يلاه فايق من الناس. غوت وقال لي بغضب شكون؟ قلت ليه انا كريم. لامين لامين. قال لي واش ما عندك ما يدار 12 ديال الليل هادي؟ هنا قررت نرجع القناب اللي عاودتاني باش نقاد ليه الخاطر ويطلعني بزز منه. قلت ليه اعمي ماشي الخاطر، راه جدي مات. قال لي بصوت بحال تصدم ان لله وانا اليه راجعون. امتى وقع هادشي وباش مات؟ قلت ليه غير مع العشرة يمكن بسكتة قلبية. قال لي وكنتي تقولها في التليفون ولا جاي؟ تبا حصلت. قلت ليه جيت انا والوالد حل الباب. حل لي الباب طلعت ولقيت الباب ديال الدار محلول وباها عند الباب. قال لي فين هو باك؟ قلت لي كيستاسيوني في الطوموبيل. جلسنا في الصالون وخليت الاب يعلمهم بهاد الكذبه وانا كندور في عينيا كنشوف واش تخرج مريم ولا لا. شويه سمعت الصوت ديال البكاء خارج من بيت الناس. كانت عمتي ثم خرجت صفيه اخت مريم وتبعها اخوها وهما كيسولوا على اش واقع. خرجت عمتي من البيت ديال الناس مشعكه وبقات كتبكي بحوقه وهي كتغوت واه يا بويا لمين خليتيني. بقات كتمشي وتجي في الصالون وكتحاول صفيه تصبر فيها. جبد باها التليفون وبقى كيعيط للعائله كيعلمهم بالخبر. ناري قوادت ناري ناري قوادت. كيتصلوا تيقول للناس عظم الله اجرك العربي راه مات. وانا راني عارف انه المساله مساله الوقت فقط وغنتفضح. تجمعوا كاملين في الصالون. سلت انا من بينهم ومشيت للبيت ديال مريم. دقيت جوج دقات لكن بدون رد. دورت راسي كيبان لي الضوء ديال الطواليت شاعل. قربت منه بشويه ودرت ودني على الباب. سمعت الصوت ديال مريم كتعصب وكتالم. انا قلت اوه واش هادي كتولد في الطواليت؟ دقيت جوج دقات اخرين وقلت بصوت خافت مريم انا كريم كريم. كان صوتها متقطع وكتبكي وقالت لي كريم انا راه مخلوعه. قلت لها ما تخلعي ما والو. قالت لي وهاد الزمر ما بغاش يخرج اش غندير؟ قلت لها تكالمي خرجي نمشيو للسبيطار. قالت لي صافي صافي سكت. سكتات وبدات كدير اوف 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 وترجعت تعصر تاني. وهنا سمعت واحد الصوت الصوت ديال قعيد صغيرة. وفي نفس الوقت قالت لي مريم تفو. قلت لها مالك؟ قالت لي هاد الخرارة خرج راسو غوت ورجع دخل. وهي ناري حتى الولادة مشكل. قلت لها حلي الباب. قلت لها حماقيتي؟ قلت لها مريم ماشي وقته حلي ويلاه نديك للسبيطار. قالت لي ما نقدرش نتمشى. قلت لها انا نهزك. حلت الباب وكان وجهها مايل للخضوريه كانها فيها الموت. وانا كنتفكر غير داك الوجه اللي طل كده تطل وعاود دخل بزاف. المهم وجهها خلعني بل الصدمه شداتني تكات عليا. لكن لقيت المشكل الباب ديال الخروج خاصني ندوز من قدام الصالون. الصالون اللي فيه ما وباها وخوها واختها. واللي زاد عقد المشكل هو فاش سمعت الاب كيسول على المغرب ديال جده. جده اللي مات راجلها يعني غنتفضح. وانا في وسط من الدار تكيت مريم على الحيط وناوي اللح اخر ما عندي يا ربحه يا ذبحه. سمعت خوها تيملي النمره على باه. هنا هزيت التليفون ودرتو في ودني وخرجت للصالون اللي عندهم. درت يدي في راسي وبوجه حزين وانا كنحاول ندمع ونهبط دمعات عاوتاني وقلت اوه ما تقولهاش امتى هادشي؟ غير 5 دقائق دابا حتى هي وبسكته قلبيه حتى هي. لا اله الا الله. ما عرفتوش كيفاش كاع اطاحت وما بقاتش كتحرك. اوكي اطاحت وما بقاتش كتحرك. صافي 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 لا انا غنعلمهم. لا كون هاني انا غنعلمهم. درت راسي قطعت المكالمه وكانوا كاملين كيشوفوا فيا. حنيت راسي وقلت لهم جده ماتت وجده ماتت. شافت فيا عمتي بعيني الحمرين من كثرة الدموع وهي كاع ما مصدقه. شويه طاحت بنهيار عصبي وهي كتغوت اميمتي واميمتي خليتيني. لكن في اخر لحظه شدها ولدها عاونوا باه وصفيه لكنها بقات كتركل بطريقه هستيريه الى ان سخفات وضاروا عليها. هنا لقيت الفرصه مشيت هزيت مريم ومني دوزتها على الصالون شافت امها طايحه ومع بغات تغوت ماما سديت ليها فمها. حليت الباب وهبطنا. شافنا الاستاذ وهبط من السياره كيجري لعندنا. هزيناها في الطوموبيل وقال لي فين غنديوها؟ قلت له فين في نظرك؟ قال لي ولكن في السبيطار تولد قاعده راه شوها هادي. قلت له عندك شي حل اخر؟ المهم البنت هو التفك انت ما عندك حل اخر قضي ونطي. ديمارا السياره وديناها بسرعه لاقرب سبيطار. طلبوا لي لاكارت عطاهم الاستاذ ديالو. ومني جات الطبيبه تشوف حالتها غات على كرشها وشافت في الاستاذ وقالت اشكلات؟ الاستاذ قال لها جها الوجع. قالت لي واش تسمم؟ شاف فيا الاستاذ وقال لي واش تسمم؟ تلفت انا على اليمين بغيت شي واحد نقول ليه واش تسمم؟ ما بان لي حتى واحد.
شفت فيه وبقيت ساكت. قالت الطبيبة الممرضات طلعوها نغسلوا لها معدتها، داوها وكنشوف فيهم كيبعدوا. زيت في عيني في الأستاذ وقلت لي راه غيطيحوا الولد بنادم، راه غيطيحوا الولد حتى دير شي حاجة. سرى طريقه ومشى كيجري وحبس عليهم الطريق. قال للطبيبة هذا ماشي تسمم إنما حمل. بقات كتشوف فيه الطبيبة شحال وعاودت عرات على كرشها وقالت لي هذا انتفاخ جراء تسمم ماشي الحمل، سمح لنا راه كتضيع لنا وقتنا. قال لها الأستاذ هو مخنزر في الطبيبة، هاد البنت خاصة تمشي لقسم الولادة. قالت لي البنت إلا كانت بنتك كتعذب دابا وكتضيع وقتها، خلينا نغسلوا لها معدتها. ضرب الأستاذ الحيط بالجهد وغوت وقال قالت لي قسم الولادة. قالت لي الطبيبة ببرود إذا أنت راجلها. بهاد المعنى زمطعتو وبقى كيقلب في عيني وكيتمتم، ومنين شاف راسو وصل قال لها ماشي أنا هذاك وش هي بصبعو لجهتي. شافت فيا الطبيبة وقالت لي من نيتكم؟ قصحت وجهي وقلت لها ديري لها راديو تأكدي يا أستاذة. هنا دخلوها بسرعة لديك الماكينة ديال الأشعة، دوزت ديك لاباراي في كرشها وكتشوف ديك التلفازة الصغيرة، وكل شوية كتحيد الطبيبة نظرها وتعاود تردهم كأنها بغات تتأكد. كاين بين في الشاشة غير رجلين ديال القرض وراسو، كان مصبق راسو ديما استعدادا باش يخرج ويعاود تاني يدير ديك السلاتة ويرجع. شافت الطبيبة في الأستاذ وهي مصدومة وقالت لي واش هادي صارت طوبة؟ كانت الطبيبة باينة مخلوعة وكتقول أول مرة نشوف هاد الشي. أنا ساكتين أنا والأستاذ وتحد فينا ما زال يقول لها راه حاملة بقرض. غوتات مريم وكانت كتوجع، شافت الطبيبة في الأستاذ وكتسول اش غيديروا لها، يا غسيل المعدة يا تمشي لقسم الولادة. قال لها الأستاذ قسم الولادة. قالت لي متأكد؟ حرك راسو بآه. عيطت على الممرضات يديوها القسم طبعا ديال الولادة. تبعناهم وسمعنا الطبيبة كتقول للممرضات 8 سنين ديال القراية في كلية الطب وخمس سنين أخرى وأنا في هاد الخدمة وعمرني في حياتي ما شفت هاد العجب. دخلوا لغرفة التوليد، جلسنا كنتسناو. شاف فيا الأستاذ وقال لي الطبيبة غا شافت في الراديو وهي تخلع وقال طوبة، أما لو ولداتها قدامها وولدات قرض علم الله اش غديرها مسخوط. قلت لي خاص غا مريم تولد ونخرجوا من هنا. قال لي أما القرض اش غنديرو بيه؟ قلت لي نديو معانا انا عارف اش غنديرو بيه. جات احدى الموظفات عند الاستاذ باش يخلص لاكيس، مشى معاها وبقيت انا كنتسنى وكنسمع. مريم من الداخل كتهرط ماشي كتغوت من الالم. شدتني الخلعه وخفت لا توقع لها شي حاجه، كنت كنتخيل انه الحمل ديال 3 شهور دغيا غيخرج. الساعه القرض اللي في كرشها معكس الله يستر. جا الاستاذ وباين بحال معصب وقال لي اخر ايامي نولي نصرف انا على قرض. قلت لي مالك؟ قال لي طلبوا لي 8000 درهم. صدمت وما عرفت ما نقول. قال الاستاذ كيشوف فيا وقال لي ما عندنا ما نديرو، تسنى انت هنا وانا غنمشي للدار نجيبها. نط بست لي على يدو وعنقتو قلت لي اما خير ما غنساه والله العظيم. دار يدو على راسو وقال لي وهو كيضحك راه السلف هادشي تطردهم ليا. مشى الاستاذ لدارو وبقيت انا كنتسنى. دازت تقريبا نصف ساعه وهو يتحل الباب ديال الغرفه ديال الولاده. خرجت الممرضه بالجرة وعيطت على الطبيبه الاخرى. دخلوا للغرفة بدات الخلعة كتشدني حيت غوات مريم ما بقيتش كنسمعو. كانت أسوأ مخاوفي هي أنها تموت، ما بغيتش مريم تموت. وقفت وبقيت غادي جاي باش نقص من التوتر ديالي. جا الأستاذ بعد ساعة شاف فيا وأنا مرعود، حط يدو في كتافي وقال لي بصوت مرعوب أش وقع؟ قلت لي ما نعرف. جلسنا وحنا على أعصابنا. دازو يمكن ساعتين وفي كل لحظة كنشوف في الأستاذ كيبان ليا كيدعي ويقول يا ربي دير شي تاويل. شوية شد ليا في يدي ودار لعندي وقال لي يلا نصلي صلاة الدعاء. قلت لي ديك الصلاة العجيبة وما بغى يجرمي تحل الباب. خرجوا الممرضات وكانت الملامح ديال الصدمة باينة عليهم. ملي سولنا واحد قالت لنا يمكن لكم تدخلوا تشوفوها. دخلنا للغرفة وسمعنا الصوت وكانت الطبيبة جالسة حدا مريم مذهولة. شافتنا داخلين وبصوت متقطع قالت لنا ولدات قرض. بقينا ساكتين وحنا كنقربوا عند مريم اللي كانت ناعسة وحدها قرض صغيور مزيغ كيوت كيوت كيحرك في يدي. بقيت كنشوف فيه وما عرفت واش جاني احساس بالأبوة ولا احساس بالجعرة حيت كاع المصائب اللي دوزت متجسدة في قرض صغيور. قالت الطبيبة اول انسان يولد قرض، واش عندكم شي تفسير؟ بقينا ساكتين كنشوف فيها. وباش نقلب الموضوع قلت لها مريم كيف بقات؟ قالت لي حالتها مستقرة غدا تقدر تخرج. قال الأستاذ شكرا. خرجت الطبيبة من الغرفة شاف فيا الأستاذ وقال لي هو كيضحك مبروك زيادة اش غتسميه؟ قلت لي هذا آخر همي، خاصنا حل دابا نخرجوها من هنا. قال لي الأستاذ تال غدا قاطعوا واحد الصوت السلام عليكم.
دخل واحد راجل كبير لابس كوستيم باين شي حاجه مهمه، سلم على الاستاذ وقال لي معاك المدير ديال المستشفى. شاف المدير القرض وجر مع الاستاذ الخارج يهضر معاه. دازت ربع ساعه رجع الاستاذ وقال لي غدا غنتشوهو اكبر شوهه. قلت لي كيفاش؟ قال لي غدا غيعمر هنا بالصحفيين كاول انسان انجب قرض في المغرب وفي العالم، غيصوروا ريبورتاج معاك ومع مريم. قلت لي خاصنا نخرجوا. قال لي خطفتي لي هذه من فمي. هزيت مريم وحسيت بها خفيفه ومرخيه. لوا الاستاذ القرض في ليزار وهزو. كنا باغيين نخرجوا لكن كان السبيطار مقلوب بسبابنا والهضره كتسمع حتى لعندنا باللي بنت ولدها تقرض في القسم ديال التوليد واللي كيدوز كيدور راسو لجهتنا. شاف فيا الاستاذ وقال لي ردها، مستحيل نخرجوها. لا ما كانش شي باب خلفي راه مستحيل. رديت مريم للسرير وخليت الاستاذ كيقلب على الطريقه باش نخرجوا. بقينا تما حتى الربع ديال الصباح وتقول السبيطار بغى يخوى. كان اول صحفي وصل هز كاميرا فيها لوغو ديال دوزيم، دق الغرفه ومشيت انا حليت. قال لي بغينا نصوروا معاك، واش هاد الغرفه فين تزاد القرض؟ قلت لي لا هنا تزاد بوبرايس، زيد تقود في حالاتك سير عطينا اتساع وانا نغدخل الباب على ديال مو. هزيت مريم وشفت في الاستاذ وقلت يلا نخرجوا. واللي لي عليها هز الاستاذ القرض وكنت انا سابقه. خرجنا وشفت مامر عامر بنادم وكلهم كيشوفوا فينا. حضرت راسي وخرجت ومع بغا داك خوينا يخرج الكاميرا يصور دفعوا الاستاذ لحالي في الارض. خرجنا من السبيطار حطيت مريم في السياره وكسيرة الاستاذ باقصى سرعه للدار. طلعنا للبيت اللي في السطح تكيت في السرير وكانت مازال ناعسه وحطينا حداها القرض. واول حاجه درت هي بكيت وسجدت وقلت الحمد لله تفكينا. بدا كيضحك الاستاذ والدموع في عيني، عنقني بحراره وقال لي الحمد لله. قلت لك ربي غيفرج علينا. بقيت معنق وشحال وانا كنشوف في القرض. دفنت راسي في الاستاذ وقلت ليه عندي اخر طلب. شاف فيا باستغراب وقال لي اللي هو؟ قلت لي بغيت ديك الجويجه. جاوبني بصدمه وقال لي باغي تقتلو؟ بست لي على يدي وقلت لي انا باه وندير فيه اللي عجبني، هذا اخر طلب عندي وما بغيتكش تردو في وجهي. قال لي انا ما غنمنعكش ولكن غير جاوبني علاش. شفت في القرض وكاني استرجعت الماضي والدموع بداو كيهبطوا ليا. قلت وانا مشير صبعي في ولدي هذه هي الجينه اللي كانت غتخرج ليا على حياتي وكانت غتحولني القرض مزغب معدوف وخلاتني في كل مره نشوف وجهي في المرايا وندفل على وجهي حيت كرهت راسي. مني بلغت سموا عليا القرض الغوريلا الشمبانزي وكنت دائما كنتجنب التجمعات وكنمشي جنب الحيط باش ما يقولوش عليا وشوف هذاك شحال مزغب. كنت دائما الشوفه ديال بنادم فيا كتقتلني، عذباتني نفسيا جسديا، الحكه رهيبه في كل خطوه، الحكه في المؤخره وفي المقدمه، ومني كيضرب البرد في الزغب اللي فودني كنحس بالهر. سنان الصفرين والنيف اللي قوت ما سرحت فيه باش نتنفس وليت كنحس انه صبعي وصل لمخي. هاد الجينه خلاتني نفرقع الوالد راسو ونهرس خويا نيفو ونضرب فاز ثقيله على راس الوالده ونبات في الغابه 5 ايام وعذبات بنت ما دارت حتى ذنب وكلاتني ملخه ديال العصا هرسات يدي فقدت سناني لقيت راسي معلق فوق الشجره والدم كيسيل مني. هاد الشيء غير ما قلتش انها خلات راجل 60 عام يجري ويدور في السطح بحال المسطي ويخلص المصاريف كثار عليا بحال والدني وناسيني. وفي كل مره كنتفكر هادشي كنقول بلي داك القرض الصغير راه هو السبب. بقى كيشوف فيا شحال وانا معصب وعاقد حجباني في القرض كنشوف فيه دار يدو في كتفي وقال لي يصبح ويفتح ما بغى يخرج. وقف عند الباب وقال لي وهو متبسم كدوي على المظهر ونسيتي انه البنت الزوينه قبلات عليك واخا كنتي مزغب. المشكل ماشي في المظهر، بنت اللي ما تيقش في راسك. سد الباب وخرج. هضرتو قصحاتني بصراحه وبقيت كنفكر فيها شحال. دائما الاستاذ قبل ما يخرج كيلوح ليا هضره وكيخليني سهران نخمم فيها لكن ما غيراتش فكرتي. هذا القرض هو السبب. وهذا القرض خاصو يموت. فرشت في الارض وسمعت الصوت ديال القرض كانه كيبكي. كنت عارف انه باغي الحليب لكنني ما تسوقتش ليه ونعست. فقت مع 11:30 فيقني غبكه. سمعت الصوت ديال مريم كتقول ليه نيني يا مومو. حليت عينيا بشويه باش نشوف اش كدير وتصدمت مني لقيتها كترضع في القرض وداك ليزار مقطعاه ودايره ليه ليكوش به. نطت وقلت لها اش كديري؟ شافت فيا مخنزره وبلا ما تجاوبني حطات القرض حداها وكان ناعس. قلت لها علاش كترضعيه؟ قلت لها ماشي شغلك، جيب لي البيبغون وليكوش وخليني نمشي لدارنا. بقيت كنشوف فيها نايضه عاديه بدون الم.
ما كاينش داك الالم ديال النفاس، ما كاين والو. وقبل ما تخرج قربات لعندي بغضب وقالت لي والله توقع لماما شي حاجه حتى نقتلك لك ونشرب من دمك. وهنا شفت مسطاجها نص ديالو طاح، وجاتني عاوتاني الخلعه على تقرع بحالي. خرجت من البيت وتبعتها، تلاقينا مع الاستاذ في الدروج. هبطت مريم بلا ما تسوق لي، ووقفت انا سولته سؤال بالخف، واش مريم حتى هي غتقرع؟ قال لي ما تخاف والو، السخانه كتجي غير الذكور ماشي الاناث. دابا غير الزغب الزايد غيتحيد وترجع لطبيعتها. فين غدا هي؟ قلت لي لدارها. قال لي واش يوصلها؟ تبعتها بالزربه وشديت لها طاكسي. قالت لي بلا ما تمشي معايا، خليت على خاطرها. خلصت الطاكسي ومشات بوحدها. رجعت انا للدار وشفت الاستاذ مكرشخ بالضحك مني شاف القرض داير زعما ليكوش. حكيت لي على اللي شفت هاد الصباح كامل. قال لي هاد الشيء قريب يسالي، دبر لمريم في شي مانيره تبرر لهم بها هاد الشيء كامل، وتبرر لهم انها ما باتتش في الدار البارح وعندها السبب. قاطعوا الصوت ديال التليفون كيصوني، وكانت مريم جاوبها الاستاذ. وكانت اول جمله قالت هي كريم الا شدك الوالد اخويا والله حتى غادي يردوك كفته. قلت لها عارف عارف، المهم كيبقى تمك واش قالوا لك مني رجعتي؟ قالت لي ماما سخفات وداوها للسبيطار ومشاو معاها كاملين، وتحد ما عرفني باللي خرجت. كلشي صحاب ليه بلي بقيت ناعسه في البيت. رجعت ما لقيت حتى واحد في الدار، بقيت جالسه في الدروج ترجعوا كاملين. حلوا الباب دخلوا ماما لبيت الناس، حيت غير الضغط ديال الدم ارتفع عليها. ومني عرفت ان والديها حيين بقات كتسب وتلعن فيك، ومشى الوالد وخويا يحيحوا في داركم. وتحد ما سولني لا فين كنت لا فين مشيت. تنفست صعداء وقلت الحمد لله. قالت لي اتصلت غير باش نقول لك تهلا فريد. شاف فيا الاستاذ وقال لي شكون فريد؟ قلت لها شكون فريد؟ قالت لي ولدنا. قطعت عليها وشفت في الاستاذ كيضرب فخاد وزناق وجهه كله زناق غير بالضحك، وقال لي سميتو فريد. قلت لي هي اللي سماته. وبقيت بالصراحه مصدوم وكنقول في خاطري واش بصح ربات عليه الكبده. شاف فيا الاستاذ وقال لي اش غدير؟ قلت لي باغي الامانه. قال لي ما تكونش مكلخ، ربح مريم عندك بهذا القرض. قلت لي كيفاش؟ قال لي بقى تقرب منها تتسامحك. قلت لي واه استاذ ما تكونش انت مكلخ، في ما كنشوف فيه كنحس اني باغي نتلاح عليه. واخا نمشيو بهضرتك ربي ناهيك، فين غنحطوه؟ واش انا غنبقى عايش ليك هنا؟ راه باغي نرجع لدارنا بعد ما نصفي حسابي. وهادشي اللي داير انا في بالي، بغيت نهني بالي من هاد الصداعات. قال لي الا قتلتيه غتزيد تحقد عليك، ما غتوليش تحمل فيك الشعره. قلت لي ماشي شغلي، الا بغات الاولاد بشرط يكونوا بنادم، راه الفراش نبقاو نولدو بحال قنيه، نبقاو نولدو نولدو نولدو. ولكن قرض لا لا قرض لا قرض اللي شوفني داكشي اللي ما مني شفته وما ننتقمش منه، راه الحماق هذا. قال لي ها انت قتلتي اش غتصور؟ بديت كندمع وقلت لي راحت البالة استاذي العزيز، استاذي العزيز راه ما حس بالمزود هي اللي مضروب به واللي مخبوط به واللي شيطينو به. ما في اللي بقى يعاود نفس الاستواغ الاستواغ على داكشي اللي دوز عليا. كنبغي مريم كنموت عليها وما غنتخلاش عليها، لكن القرض خاصو يموت خاصو يموت. بقى كيشوف فيا وانا غنطرطق بالعصاب. ناض وهز كتافو قال لي واخا صافي يلا. حطيت القرض في الشكاره فاق وبدا كيبكي. خشيت راسو غير بزز وقلت لي اسكت اللين على الزبور امك. سمعني الاستاذ وقال لي تهدى على ولدك. قلت لي وانا مخنزر فيه ماشي ولدي، ولد فرانسيس هذا، ولد الفرانسيس. قال لي باستغراب كبير عمرني شفتك بحال هكا. ما جاوبتوش، سديت الشكارة على القرض وقلت لي هاني غنتسناك لتحت. وخرجت وتكيت على السيارة ديال الأستاذ. كنتسنى وكان القرض كيتحرك وكيغوت بحال مخنوق. ما تسوقتش لي حيت يديا كيترعدوا بالعصاب. هبط الأستاذ هز التليفون لكن بلا جويجة. قلت لي فين هي الجويجة؟ قال لي ما قدرتش ومد لي التليفون. شديته كانت المتصلة مريم، وأول جملة قالت كريم توقع الفريد شي حاجة والله تنهان شر دين أمك. شفت في الأستاذ وقلت لي علاش قلتي عليها؟ حضر راسو قال لي ما قدرتش نبقى ساكت. ضحكت وقلت لمريم تهنشريني ياك ما تصحابي راسك بقى قارضه ها؟ قالت لي حط فريد غنجي دابا. غوت وقلت لها تيش من فريد ولا حميد؟ واش تي مزعزعه ولا تسطيتي؟ واش تفاراو لدين امك الفيساد ديال راسك؟ قالت لي والبكيه بدات كتجيها حط لي يا ولدي عافاك. قلت لها تفو على دين امك. قطعت عليها خنزرت في الاستاذ وقلت لي ما غتعطيني الجويجه؟ قال لي مشاكلكم العائليه فكوها بيناتكم ولدي. بقيت كنشوف فيه وقلت لي شكرا الله يرحم بها الوالدين سمح لي بزاف. عطيته بالدار وبقيت غادي كنقلب على اقرب خلا.
تمشيت لشي ساعه تخرجت من المدينه وبدا كيبان ليا غير القفار والتراب. هزيت حجره كبيره جبت القرض من الشكاره وكان كيحرك في يديه وكيغوت وعيني سادهم شويه غير حلهم شاف فيا وهو يسكت. بقيت كنشوف فيه وباش ما تغلبش عليا العاطفه ونبدا نقول اللي فات راه مات والله يسامح. سديت عيني وشديته من عنقه وحطيت راسه على الحجره باش ننزل عليه بحجره اخرى. هزيت الحجره للفوق وسمعت صوته كيغوت ببراءه. قلت لي هاك البيبرون. نزلت عليه وانا نفرشخ ليه راسه. هادشي اللي اعتقدت حسيت بالم فظيع في يدي. حليت عيني كتب لي ثقبه كبيره وسط يدي والدم كيسيل منها. اوه ضربت يدي طلقت من القرض وبديت كنغوت من الالم. انا صحابني ضربت راس ديال القرض علاش ما ضربتوش؟ واش انا حول لهالدرجه؟ الحجره كانت قاصده راسه لكن في اخر لحظه ضربت يدي نطت وعاود شديته. هزيت الحجره للفوق وبغيت نضرب ليه هاد المره راسه لكنني ما قدرتش. كنت كنضرب لي غير حدا ودني وهو كيغوت وكيبكي. ما قدرتش نضرب ليه راسه بقيت كنضرب في الارض بغضب وانا كنغوت. علاش علاش علاش؟ بقيت كنغوت حتى سخفت. لعت الحجره وطحت على الارض وبديت كنبكي. ما قدرتش انا ضعيف. بقيت مضارب مع نفسي راس كيقول لي خاصو يموت حيت عذبني في حياتي والاخر كيقول لي فريد ولدك واللي فات راه مات. بقيت كنتركل وكنت نخسس ونغوت في صراع داخلي كان غيوصلني للحماق لكنني كنت عارف اني فاشل. بغيتو يموت لكن ما نكونش انا اللي قاتلو. ما قدرتش نشق ليه راسه ويخرج ليه مخو ويدي يعمرو بالدمايات. ما قدرتش عليها. سديت عيني وخديت نفس عميق وحاولت نهدأ. وقفت مسحت دموعي وركابية اللي كانوا فاشلين عليا. شفت القرض وكان كيشوف فيا بواحد البراءة عشي قاس لي قلبي. كانو كيقول لي بابا انا ما درت حتى ذنب. تلاحيت عليه وانا نعنق وبديت كنبكي وقلت ليه اسمح لي. هزت هو يديه صغيوين ولواهم لي على عنقي. بقيت معنق شحال حتى حسيت اني هدأت وتكالميت. رديت فريد للشكارة بهدوء ورجعت للدار وانا كاع موسخ ويدي عامرين بالدمايات. وعند الباب بان لي الاستاذ ومريم كيتسناو. غير هزوا عينيهم فيا جاو كيجريو لعندي. شاف الاستاذ الدم في يدي وهو يشد في راسو وقال لي بصدمه قتلتيه؟ اما مريم فكانت حاطه يديها في كتافي وتتمخض فيا وكتبكي بحقه وكتقول لي كريم ولدي فينا هو؟ بغيت ولدي يا كريم. غوت فريد من داخل الشكاره. سمعت مريم وهي تجي من مورايا وحلاتها وكي شافت القرض تخلطت لها الضحكه بالبكيه. دارت لي واحد التعنيقه تا كانت غادي تخنقو. اما الاستاذ فالصدمه تحولت لابتسامه وعنقني وقال لي كنت عارف انه الاب عمره ما يأذي ولده. تبسمت وبقيت ساكت. طلعنا للبيت اللي في السطح خلينا مريم كتلعب مع فريد في السعاده والاستاذ كيغسل لي الضربه اللي في يدي وكيلوي لي على الباندا. ومني سالا شاف مريم وقال شوف شحال فرحانه يا صاحبي. قلت ليه القرض في عينين مو غزال. ضحك وقال لي لقيت حل يقدر يعاوننا وتقدر مريم تشوف فريد وقت ما بغات. قلت ليه قولها ليها انا ما بقاش كيهمني باغي دابا غير نرجع لدارنا. بست ليه على راسه ويدي بجوج وانا نعنقه. قلت ليه عمر خيرك ما ننساه. تبسم وقال لي بعد تقاعدي صحابني الحياه تولي ممله. ساعه ضحكت وبكيت وجريت وغوت معكم. هاد التجربه عمرني غنساها جامي غنساها. وتداك الشيء اللي خسرت عليك الله يسامح. سمعت القريد الصغيور دارها وجاتني الضحكه حتى الدموع سالو وانا نقول حتى انا. شفتنا مريم وبدات كتضحك. غمزني الاستاذ وحرك راسو بحال كيقول لي سير عندها. ونادو قبل ما يخرج قال لي هاني لتحت كنتسناك باش يوصلني للدار. طبعا خرج الاستاذ وخلانا بوحدنا. وقفت وبديت كنقرب منها بشويه جلست في الدار اللي حداها وكانت حانيه راسها ما بغاتش تشوفني. قلت لها مريم سمحي لي. هزات راسها فيا ومطلعها حجبانها وقالت لا. قلت لها علاش؟ قلت لها مازال كتسول. تصور واحد مشيتي معاه بنيتك وبغيتيه من قلبك في الاخر تعرفوا داك غير قنطره باش هو يستافد. تبسمت وقلت لها وهذا اللي بغيتي يتخلى عليك؟ ياك كان غير حماق قبل ما تحملي وبعد الحماله كلا العصا من عندك ودير المستحيل باش تبقاي ليه مريم. واخا اللي كيبغي الاخر كيدير لي هذه الحاله مريم. وانا نضحك لها وشافت فمي. طبعا شافت فمي وهي تشد الضحكه هيستيريا. استغليت الفرصه ودرت يدي في يديها وقلت لها الله على ضحكه زوينه. حنات راسها كانها حشمات وقالت لي وهي كتشوف فريد غنسامحك غير حيت خليتي لي فريد. قلت لها كنبغيك. شاف فيا مبتسمه وقالت لي كنحشم خرج وبقى واقف عند الباب.
بستراسة وخرجت وانا كنسمع من الداخل تا انا كنبغيك. نقصت نقيزه عالميه من الفرح وهبطت عند الاستاذ للسياره وانا الضحكه ما بغاتش تفارق ليا وجهي. طلعت للسياره وشافني الاستاذ فرحان وقال لي بشوق سامحاتك حركت راسي بآه هز يديه الفوق وانا نضربها عليه وحنا نقولوا في نفس الوقت وي شدينا الطريق وحنا فرحانين فرحانين بزاف فرحه لا توصف. وصلنا للدرب فين ساكن بلاصه الاستاذ السياره قبل ما نخرجوا قال لي اش غتقول لهم. قلت له ما عرفت وحشتهم وصافي. قال لي الحقيقه ما غنقولهاش هاي صحابنا مسطين. قلت لي المهم انت تتفاهم غير مع الوالد قول لي كان مخلوع وصافي وعقل الصغر وهذا الشيء هو المهم قولوا لي ها وغتعرف انت كيفاش تهضر معاه. قالت كفسات غناكل قتله من عنده وصافي ويسد عليا الباب شي شهر هانيه. قال لي واخا. خرجنا وكنت كل شوق نشوف تاني الوالده. بعد 5 شهور تقريبا 5 شهور ما شفتها طلعنا دقينا وهي تحل اختي وكي شافتني وهي تبتسم من الفرحه وغوتات ماما ماما كريمه رجع. سمعت الصوت ديال الخطوات كيجريو لعندي. بعد جوج يدين حنان عنقوني. كانت الوالده معنقاني بحراره وهي كتبكي وتقول لي توحشتك. عنقتها حتى انا والدموع ما قدرتش نحبسهم. بست لها يديها وتحنيت على رجلها وقلت لها سامحيني. قالت لي مسامحاك رباحه مني رجعتي لينا. دخلنا للصالون وبقات كتسولني فين مشيتي وفين كنتي كتبات واش داك عند عمتك واش بصح قلتي لهم جدك مات. جاوبتها فشي وبقيت كنخربق. والاستاذ اللي بدا عليها بلي راه جيت لعندو راه باقي صغير وكان مخلوع وعقل الصغر هو هذا اقتنعت بشي حوايج وشي حوايج كانت عارفه اننا كنكذبوا. قالت لي نجيب لكم ما تاكلوا. قلت لها فين هو بابا. قالت لي هذه هي وقيتو دابا يدخل. مشات للكوزينه وبقينا كنتسناو وتسمعنا الصوت ديال السيروت كيحل الباب. صغت طريقي شاف فيا الاستاذ وقال لي تهدنا صاحبي. دخل الوالد وخويا وسمعت الوالده كتقول ليه انه كريم رجع. جاو للصالون بهدوء وغي شافوني وهما يتبسموا. عنقني خويا اللي نيفو ما بقاش هابط ولا زاويه قائمه. الوالد بس لي على راسه وشفت بقاله اللي في الجبهه ديالو اللي ولات بحال الدرهم ديال الصلاه. جلس الوالد حدايا وبقى معنقني وكيسول على الغبره وكان فرحان بيا. قلت لي سمح لي بزاف. بقى كيضحك وقال لي كنتي غتقتلنا. ماشي مشكل المهم هو رجعتي في مشيتي بعدا ايين ما نقلبوا عليك. طلق عليه الاستاذ قنبله دريه قال لي انه جال عندي وبقى مده مخلوع تتوحشكم عاد رجع بغى يتصالح معاكم. قال لي الوالد شكون سيادتكم. قال لي الاستاذ المتقاعد كنت كنقريه. قال لي الوالد كان تيقرا مزيان ولا والو. شاف فيه الاستاذ وقال لي من احسن التلاميذ اللي دازوا من عندي. وفي خاطري كنقول تبا كم احبك يا استاذي العزيز. اقتنع الوالد وتفاجات فاش ما سولنيش على الكذبه ديال الموت ديال جده. جابت الوالده الطاجين كلينا وضحكنا حتى قال الاستاذ خصني نمشي. سلم على الدار وجا لعندي وانا نعنقو وانا نقول لي بصوت خافت راك موت رجوله وحق الله الا راك موت رجوله. ضحك وقال لي بسلامه ويمشي وكيسد وراه الباب. شاف فيا الوالد وقال لي علاش قلتي لعمتك باللي والدينا ماتوا. شفت فيه بصدمه وقلت في خاطري هذا كان كيتسنى غير الاستاذ يخرج. بديت كنتمتم عليه وما عرفت ما نقول. قال لي جا عندي راجلها وولدها وحيحوا هنايا واختي راه سخفات. قول لي غير علاش كذبتي. بقيت غير ساكت ما قدرتش ننطق بكلمه. حيت السنطه من السروال وقال لي انا فرحان مني رجعتي ولكن خوك رديتي ليه نيفو بحال المنجل وانا خليتيني نغيب نص نهار وامك رفعتيها بشمال وضربتيها بفاز ضروري تعاقب ولا لا. صرات طريقي وقلت لي ضروري. عيط على اختي تجيب لي السروال ديال الناس. قلت بصدمه ما ضربنيش. تبسم وقال لي بغيت نحيد السروال نبدلو تاع دراجة وندربوك وما جاتش حشومه ولكن غتبقى في البيت شهرين كعقاب. اما نفكو هاد الدعوه اللي رفعت علينا عمتك. بست لي على راسو مشيت لبيتي بدلت حالتي وتكيت في سداري وبديت كنفكر في كل لحظه دزت منها. بقيت كنضحك بوحدي قلت داز التجربه عمرها ما غتنسى. دازو شهرين بالخف وفي هاد المده كان كيتصل بيا الاستاذ وكيعلمني انه مريم فرحانه حيت كتشوف فريد بشكل يومي. بعد ما دخلوا لواحد الحديقه ديال الحيوان عطاه القرده عاقره كتلاها فيه. اما الدعوه فتنازلوا عليها بعد ما تدخلت العائله. ركبت انا فم اصطناعي ومظهري تحسن بل وليت بوغوس. نط لي اللحيه خفيفه الحجبان ناضو والشعر كان ديال ديكابريو يس ولا ديال جوني ديب كاع الى اللي يعجبكم فيهم. المهم بجوج مبوكسين ولات عندي شخصيه قويه كنفرض رايي وبنادم اللي كنت مزاري منه. شحال هادي
دابا كنشوف لي في عيني بثقه. بصراحه حسيت اني تبدلت بزاف، رجعت للدراسه وبقيت على علاقه مع مريم اللي تحيد لها الزغب كامل، ورجعت لزينه بل وولات برقوقه قوقه قوقه برقوقه. كنا كنمشيو نشوفو فريد بشكل شبه يومي تقريبا، كتجيب لي الديسير وكتهلا فيه. هذيك القرضه اللي مربيها كاع ما مقصره في حقها، كبير فريد ولا قرض كبير وبلا ما نحسو ولا في عمرو عام. تزوج مع القرضه وبقى في مريم الحال صراحه، حيت ما بغاتش لي ديك القرضه، كانت كتشوفها مع واحد القرض اخر واحد ميخي. وكنا فين ما كنوقفوا قدام القفص كتقول لي وشوف هاد القرضه كتشوف فيا كتفقصني، اما انا فكنضحك وكنقول نسيبات صعابات. حملات القرضه وولدات ولا عندنا حفيد، فرحات مريم بزاف، فرحات بيه بزاف، شدات لي في يدي وقالت لي واش حلفنيون وبلا حشمه بلا حياه سماتو كريم. اي اي يا ما هي هادشي اللي خاصني نيت. دورت راسي عندهم وبقيت كنشوف فيهم هازين كريم الصغيور، وكنت امل وقلت في خاطري من بعد 40 عام ولا 50 عام تلاح الجينه في لامين، في لامين واحد اخر وما غيكونش عارف الحل. هزيت كتافي وقلت ما يهمش، طبيعي هي اللي غتصرف، تحول القرض افضل لي من انه يدوز داكشي اللي دوزت. اما الا حكينا للعائله المشكل ودرنا حل، فكل مزغب غيتزوج بنت من العائله في شي نهار. المهم ضروري ما يخرج خبر وغنتيرو الضجه اعلاميه الى عاودنا هادشي للعائله، وغتلطخ سمعه لامين اللي اصلهم اصلا تغتصب من فرنسا، وهادشي اللي ما غنقبلوش لا انا لا حتى واحد. الحياه ما غادياش دائما على هوانا، ببساطه المكتب راه كيتصرف والطبيعه كذلك غتصرف. عشت حياه طبيعيه وبقات هاد القصه ذكرى جميله كنضحكوا بها انا ومريم والاستاذ عبد الله اللي كان من اعز الناس ليا. سميتي كريم لامين وهذه هي قصتي. اصدقائي القصه سالت النهايه، هذه النهايه سعيده عكس حاروق. ما علينا، شكرا محمد امين، شكرا صديقي الوفي. اللينك ديالو راه كاين في الديسكريبسيون ديال الباج ديالو، شي قصص اللي واو دخلوا لعندو. اصدقائي التفاعل بغيناه يفيق، دفعوا معايا ديك السفينه اللي انا دافعها دابا بوحدي، دفعوها معايا باش نطلعوا في هذه القناه، وبارطاجي لصاحبك يتصنط ويحماق حتى هو معنا شويه. ارائكم حول القصه غيعطيني حافز باش نزيد قصص اخرين ونسرع في الوتيره ديال رمي الفيديوهات يوميا تقريبا. اصدقائي ليله سعيده، تهلاو.